بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شافي الصدور وقاد الأمور، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الشكور، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أنزل عليه الكتاب شفاء لما في الصدور، وعلى آله وصحبه أهل الدثور والأجور، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم البعث والنشور، وعنا معهم برحمتك ومنك وكرمك يا عزيز يا غفور. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلتقي اليوم للحديث عن ظاهرة غريبة أصبحت تقض مضاجع الكثير من المغاربة، إنها ظاهرة الانتحار. فاليوم استفقنا على وسائل الإعلام تخبر بأن فتاة عمرها حوالي 15 سنة تقدم على الانتحار بسبب الفقر والتهميش. وقبلها سمعنا حالات كثيرة وكثيرة من أشخاص، بعضهم له موقع نافذ في الدولة، والبعض الآخر شباب ونساء وأشكال وألوان، كل مرة نسمع عن أخبار الانتحار. طبعا كان معتاد أن نسمع عن هذه الظاهرة في العالم الغربي، في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم، على اعتبار أن هناك الوازع الديني ضعيف يرتفع الإيقاع في بلد إسلامي، هذا ما يجعل ناقوس الخطر يذق. طبعا الأمم المتحدة لما رأت العالم ككل وجدت بأن حوالي 800,000 حالة كل عام تتعرض للانتحار، 800,000 حالة ديال الموت سببها الانتحار، وهذا شيء مفزع ومخيف. وفي المغرب هالظاهرة هذه بدأت تتكاثر في السنوات الأخيرة القليلة، لقينا بأن عدد المنتحرين يزداد بشكل مخيف، ولقوا بأن أهم الناس كيتعرضوا لهذه الانتحار هم المراهقين اللي عندهم أقل من 18 سنة، ثم القوا بأن الذكور هم أكثر إقبال على الانتحار من الإناث. الإناث كيحاولوا الانتحار لكنهن ما كينجحوش بسبب المحاولات الفاشلة، فالإناث كيستعملوا وسائل أقل قسوة في محاولة الانتحار، إما تناول الدواء أو السموم، ولهذا يتم إنقاذهن بسرعة في كثير من المرات. لكن الرجال يستعملون أساليب أكثر شدة كالقتل بالأسلحة أو السقوط من أماكن مرتفعة أو خنق الذات، وهذا أمر مخيف ومخيف جدا في مجتمعنا المغربي المسلم المعروف بعقيدته وسلامة فطرته وتقاليده وعادته النبيلة. العفو. وهذا الانتحار سببه إما الإحباط عند الإنسان، بعض الناس ربما كتكون الحياة عنده لا معنى لها، وأن الوجود لا أهمية له، والدنيا لا تستحق العيش فيها، هكذا يبدأ يفكر، فينتقل إلى التفكير كيف ينهي حياته ويقتل نفسه فيقع في الانتحار. هذا الانتحار هو تعدي الإنسان على نفسه، أي أن يقتل نفسه عمدا، وطبعا هذا من كبار الكبائر في الذنوب والمعاصي، لأن هذا الانتحار فيه تسخط
على قضاء الله وقدره، وفيه عدم الرضا بذلك، وفيه عدم الصبر على تحمل الأذى. فالنفس هي ليست ملكا لصاحبها، وإنما هي ملك لله تعالى، هو الذي خلقها وهيئها وحرم إزقاقها بغير حق. المؤمن لا يفعل ذلك أبدا، لأنه مهما أظلمت الدنيا في عينيه فعنده بقية أمل وشيء رجاء من الصبر. المؤمن لا ينتحر، لأنه يعيش حياة كاملة كما هي، يعلم أن الأيام دول، وأن مع العسر يسرا، وأن بعد الكرب فرجا، هكذا يعلمنا القرآن العظيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العلماء لما تفكروا في هؤلاء الناس الذين ينتحرون، القوهم أحد صنفين: إما ملحد بالله، يعتقد أن لا إله إلا لا شيء، ولا يعتقد بالحساب ولا بالآخرة ولا بالجنة ولا النار، يظن بأن الحياة لعبة وأن الكون وجد صدفة. فهؤلاء الناس موجودين كثير في أوروبا الشرقية، في روسيا، في عدة دول من العالم. هؤلاء ملحدون، لا يعتقدون بالله ولا بالإيمان ولا باليوم الآخر، وفي هؤلاء تكثر نسبة الانتحار. الصنف الثاني هم مؤمنون موحدون، لكنهم فقدوا الإدراك وعميت بصيرتهم وذهبت عقولهم، وأصبحوا يتصرفون تصرف المجانين. قد تجد الضعيف منهم قليل الطاعة، تاركا للصلاة، مستهينا بعظمة الله، وقد يصيبه في عقله خلل بسبب المخدرات، أو أنه يكون ناقما على نفسه وعلى أهله وعلى المجتمع والحياة. وهناك بال المؤمن، المؤمن الحقيقي بالله تعالى وباليوم الآخر، ديم عقل حاضر، لا يمكن أن يفكر في هذه النهاية المأساوية لحياته، لأنه يعلم أنه مسؤول أمام الله عن نفسه، وأنه سوف يعذب بنفس الأداة التي قتل بها نفسه في الدنيا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا هي الخطر، الخطر الشديد الذي يقع فيه المنتحر، عذاب في الدنيا وعذاب خالد في الآخرة والعياذ بالله. أيها الأحباب، نبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعود إليكم أيها المستمعون والمستمعات للحديث عن موضوع اليوم، ظاهرة الانتحار. هذه الظاهرة أصبحت تثير الكثير من التساؤل، لما نجد شباب وأطفال صغار في مقتبل العمر، بل ورجال عندهم من الوعي والثقافة والمسؤولية الكبيرة، ومع ذلك
يقدمون على الانتحار. نتساءل ما هي الأسباب وما هي الدوافع ومن هو المسؤول عن دفعهم للانتحار، وكيف يمكن أن نقلص من هذه الظاهرة المخيفة. طبعا أهم ما يظهر الشخص لكي يفكر في الإقدام على الانتحار هو الاكتئاب. كنلقاو بعض الناس أصيبوا بالاكتئاب. شنو الاكتئاب؟ هو الشعور بالحزن الشديد وبالتعاسة وبالإحباط وبالعجز والشعور بعدم القيمة. كتلقى الإنسان يائس من الحياة، يائس من التغيير الإيجابي للواقع. طبعا كنعرفوا اللي في هذه الحالة هذه من خلال مجموعة إشارات وأعراض، من بينها كالقول مقدم على الانتحار تحصل له تغيرات مفاجئة في السلوك، كيكون في حالة وكيتبدل بسرعة إلى سلوك نمطي مغير. كالقوى عنده التغير في نمط النوم أو نمط الطعام، ما بقاش عنده نظام محدد، ربما ينام بالنهار ويستيقظ بالليل، الطعام يغفله أحيانا وأحيانا يلتهمه. كالقوى عنده الإهمال في الدراسة أو العمل، دائما تغيبات، وإذا حضر إلى العمل أو إلى الدراسة دائما يدخل في شجار مع الآخرين. ثم إنه يتعرض للإهمال لعلاقاته الاجتماعية مع الناس، دي مسكت ما كيتكلم مع حد، ودائما مقطب بالجبين، دائما كيفكر غير بوحده، وكنلقاو الإهمال لمظهره الخارجي، لا يتزين، لا يتعطر، لا يستحم، كيخلي حويجه يكونوا هكذا في وضعية وسخة ومثيرة للإشمئزاز. ثم كنلقاو ديما كيتحدث عن الانتحار، كلامه كله عن الموت، كلامه كله عن الأمور السوداوية، ولا تكلم كيتكلم عن فقدان الأمل، وكيتكلم على الشعور بالذنب أو باليأس. إذا تكلم عن المجتمع الوطن كيقول لك ما بقى خير في هذه البلاد، ما بقى خير في الإنسان، دائما صورة سلبية سوداوية. ثم ينتقد ذاته بالأساس، دائما شعر بالقلق النفسي وبالاضطراب، كيشعر بالخمول، بالسوداوية، بالانعزال، بالانطواء، بالحقد على المجتمع، كثير الشكوى، ديما كيقول لك عنده الصداع في راسه أو عنده قلة تركيز. ودائما إلا كان عنده شي مقتنيات شخصية ثمينة كنلقاو كيتخلص منها، ودائما يلجأ إلى شيء يخدر به عقله، وبالتالي كيفكر كيف يقضي على حياته إلى الأبد. طبعا الأطباء احتاروا في كيفية علاج ظاهرة الانتحار. هناك جهود حديثة وحثيثة يقوم بها علماء الطب وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء التربية، كل واحد منهم كيحاول يلقى أسباب وجيهة لهذا الانتحار والأساليب اللي ممكن نتخلص منها. لكن القرآن العظيم الذي هو دستور المسلمين وهو بلسم للجروح وشفاء لما في الصدور لم يهمل هذه الظاهرة، بل تكلم عنها بكل وضوح وببساطة، طلب منا جميعا أن نحافظ على أنفسنا ولا نقتلها. فقال لنا الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ثم بعد ذلك غيتبع هذه الآية الكريمة بخبر صار لكل مؤمن، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا نداء مفعم بالرحمة، بالتفاؤل، بالأمل. لهذا المريض بالانتحار أو اللي كيفكر فيه محتاج إلى خطاب الأمل، إلى خطاب الرحمة، إلى خطاب التفاؤل. فإذا علمنا أن معظم حالة الانتحار سببها فقدان الأمل وفقدان الرحمة، كنعرفوا علاش القرآن الكريم
تحدث عن هذه الرحمة بقوة، لكن بعض الناس الآخرين ما كاين فيها معهم الرحمة أو التفاؤل أو الأمل دائما. كاين البعض الآخر ربما شخصيته معقدة تحتاج إلى الردع وتحتاج إلى التخويف، ولهذا الله تعالى غينهج نفس السبيل من اللي غيتكلم بأسلوب الرحمة غينتقل لنا إلى أسلوب الشدة، فيقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. تأمل معي هذا العقاب الإلهي، فسوف نصليه نارا، أي إنها بحق نتيجة مرعبة لكل من يحاول أن يقتل نفسه. وهذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان في غزوة حنين مع الصحابة، فإذا برجل ممن هو يظهر أنه مسلم ومجاهد وتقي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، أشار إليه فلان هذا من أهل النار. فلما انطلقت المعركة وحضر القتال القوا بذاك الرجل يقاتل قتالا شديدا، هو الأول في الصفوف الأمامية. دوك الصحابة تفاجئوا، قالوا لماذا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم فلان من أهل النار؟ قوم لاحظينه هما كيتقاتلوا، فأصابته جراح. فقيل يا رسول الله قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، انتقلت بأن من أهل النار هو جاهد في سبيل الله، لماذا هذا الحكم الشديد عليه؟ فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم كذلك إذا بصحابي جليل قال يا رسول الله لقد رأيته بأم عيني هاتين، كانت له جراح شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقاتل نفسه، جبد السيف ديالو وطعن به قلبه حتى مات. فلما أخبروا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلال فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا تخويف صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باش أي واحد كيفكر في الانتحار أو كيفكر في قتل نفسه يخاف ويرتدع ويتراجع. علاش؟ لأن احنا كمؤمنين الله عز وجل أعطانا قوة إيمانية هائلة، أعطانا مدد لا ينتهي، أعطانا مخزون عظيم لا ينفد، مهما اشتدت المصائب ومهما عظم الكرب فالمؤمن دائما في انتظار الفرج بالصبر والعبادة واحتساب المثوبة على كل مصيبة. المؤمن ديما عنده الرضا باختيار الله وتسليم الأمر له والإيمان بالقضاء والقدر. طبعا الله عز وجل وعدنا بأن اللي صبر على المصائب كان فقير ورضى بفقره، كان مريض ورضي بمرضه، كان غير محظوظ، ومع ذلك أحمد ربي وشكره، قال لنا هؤلاء غادي يكونوا أطول وأسعد وأكثر خلودا وبهجة وإشراقا في الدنيا والآخرة. لهذا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو المؤمن. المؤمن أبدا لا يفكر في الانتحار، لأنه في حكم الله وفي مشيئة الله، كيعبد الله تعالى في السراء والضراء، عارف بأن كل شيء بقدر الله وقضائه وقسمته، وأن الاختيار لله وحده لا شريك له. فعسى أن تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خاص كل واحد منا مسلم يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عليه أن يصبر يحتسب عند ربه حتى لا يقع في محظور من أخطر المحاذير، ألا وهو التسخط من قدر الله تعالى. المؤمن يجب أن يحسن الظن بالله جل جلاله. المؤمن دائما راض بما قسم الله، ورب العباد يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذي يلتجئ إلى قتل نفسه هي ملك لله، وإذا فعل ذلك خسر خسرانا مبينا. أيها الأحباب الكرام، نفتح خطوطنا بين أيديكم لمن أراد المشاركة. خطوطنا هي 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-72-50 أو 51. غنبقاو مع فاصل قصير في الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إليكم مستمعي الأفاضل، ونتذاكر قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسم للجروح، وتشويق للأرواح، وفرح وسرور، وابتهاج ومراح. موضوعنا الانتحار الذي أصبح ظاهرة تشد الانتباه، واليوم وسائل الإعلام فاجأتنا بنبأ طفلة صغيرة تلميذة عمرها 15 سنة تقوم بالانتحار للاحتجاج عن وضعيتها الفقيرة، تسكن في كوخ قصديري مع عائلتها، والتلاميذ يسبونها ويعيرونها بسبب هذه الوضعية. نسأل الله السلام والعافية. ومن قبل وجدنا رجل أمن معروف أيضا يقوم بالانتحار، والعشرات من الشباب طلاب الجامعات ومن رجال أعمال، بل وحتى من متدينين يقعون في الانتحار. ما السبب وما الداعي وما هي الوسائل الوقائية؟ نأخذ مكالمة أولى في نفتتح بهذا اللقاء المبارك. معنا من ضل بيضاء الأخت نجاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير الشيخ؟ لبس عليك. ولله الحمد لله. كنشكرك على هذا البرنامج. الله يجازك بألف خير. لله الله يجازك بخير. مرحبا. بغيت نسولك، عفاك نهار الجمعة ما تنمشيش للجمعة في الظهر، تنصلي غير في الدار، وتنصنت لهذيك الخطبة اللي تكون في الراديو تنصلي. واش نصلي أنا 4 ركعات ولا نصلي غير 2 ركعات بالجهر؟ حيت تنصلي 4 ركعات تكون بالسر. نعم. واش نصلي 4 ركعات أو نصلي 2 ركعات كما تصليهما حيت الجمعة؟ نعم لله، هما العلماء قالوا بأن المرأة تسقط عنها الجماعة والجمعة، هذا امتياز شرعي أعطاه الله تعالى لبنات حواء. العيالات كلهم ماشي واجب عليهم الجماعة والجمعة في المسجد، فإلى حبوا ذلك لهم الأجر والتواب، إلى ما قدروش لهم الأجر والتواب. لكن من اللي كيجي الجمعة، بعض العلماء قالوا بأن الجمعة فرضت بديك الركعتين بشروط، يعني خاص يكون فيها الإمام، وخص يكون عدد معين من المصلين، منهم من قال 40 نفر، منهم من قال 12 نفر، هذا اجتهاد فقهي. خص يكون الجمعة، يكون الخطيب ويكون المأمومين، عاد تسمى جمعة. البعض الآخر قال لك لا، هي هكذا فرضت، فرضت ركعتين تبقى ركعتين. البعض كيقول لك نصلوا 4، لكن لهم كيقولوا تنقلبوا ظهرا، تنقلبوا ظهر، ولكن يمشي ظهر، هي جمعة. فالرأي الراجح والأخذ بالأحوط هي أن صلاة الجمعة تبقى ركعتين جهريتين،
ما نسموهاش نعم. ظهرا، لأن العبادات ما فيهاش الاجتهاد، العبادات تبقى على حالها، أما الاجتهاد يكون في المعاملات وبالأقيسة والمصالح والعلل، لكن العبادة نأخذها على ظاهرها. مادام الله تعالى قال لنا الجمعة ركعتين جهريتين، ركعتين نعم. جهريتين نعم، نصلي في الدار غير جوج ركعات في الدار، لكن علاش انا بقيت كنبقى نشوف اييه لا ربعه الركعات كنقول. غتسمعي بعض العلماء غادي يقولوا لك رديها ظهرا ربعه الركعات، لكن في العبادات عندنا قاعده، ليس هناك الاجتهاد، العباده ناخذها على ظاهرها، ما دام الله تعالى قال لنا الجمعه ركعتين ركعتين. طبعا الاكتمال ديال سوره الجمعه ان يكون هناك امام ومصلين ومسجد، لكن نعم. عند تعذر ذلك نصلي ركعتين فقط جهريتين. نعم نعم، شكرا. الله يرحم والديك ودعي معايا لواحد البنيه الله يستر عليك، باغا دوز واحد الامتحان وعندها شي ورق دافعهم، دعي معايا الله يسترك في هذه ليله الجمعه يا رب يا كريم. الله يسهل عليها، الله يفتح لها ابواب التيسير وابواب الفرج، الله يعطيها القبول ويرفع عنها الموانع ويجعل كل عسير عليها يسير، يا رحمن ويا رحيم يا رب العالمين. شكرا لله نجاة. نتحول من دار البيضاء إلى القنيطرة مع الأخ حكيم. دكتور لاباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف دايما الصحة لاباس عليك؟ ولله الحمد، أكرمك الله يا حكيم. ولله الحمد. كنشكرك بزاف على هذا الموضوع هذا دكتور. أعزك الله مولاي. دكتور أنا كان عندي واحد بغيت نحكي لك واحد الحكاية كانت دايرة معايا. إيا مرحبا. أنا كنت المرأة عندي غضبانة. إيا. وقع لي واحد المشكل المهم أنا وياها. ايه وساك عارف بنام كيقول قال ما قال دارت ما قالت ما قالت يديك، وانا حلفت واحد الحلفة نعم قلت انا هذيك مهم هذيك مهم فلانة حرامت عليا ايه ودابا دكتور مهم وقع سميتو مهم تفهمنا انا وياها ورجعنا مهم رجعتها وهذي نعم تقريبا جي شي عام بحال كلك نعم وكيما عرفتها دكتور واش هاد الشيء زعما بغيت واش ندير شي صدقه واش ما حتى ما درت حتى شي حاجه نعم سيدي. هذا الغضب كيوقع بين الزوجين ودائما كيوقع وكاين هناك ابليس خاص متخصص في اندلاع الثورات، كاين ابليس عنده واحد الذريه ديالو عندهم اختصاص، هما ان كيمشي بين الزوج والزوجه وكينفخ في هذا وفي هذا، كينفخ في الكرامه اللي عند الزوج والعناد عند الزوجه حتى يوصلهم الى الباب المسدود. لكن ملي كيقول الرجل هو غضبان مراته طالق ولا انت حرام عليا وكان غضبان، عندنا في الشريعه واحد القاعده شرعيه كتقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، وحتى المطلق اذا قال هو غضبان او سكران لا تمضى عليه، فمن اسباب عدم امضاء الطلاق عند الغضب الشديد وعند السكر. اما الان انت يبدو انك كنت غضبان، كنت مقلق. كنت مقلق بزاف و المهم نعم. كيقول المهم كيوصلوا لي الهضره وهذه وانا تقلقت وقلت هذه الكلمه هذه. نعم خويا حكيم ما عليك والو اصلا، لان المدونه الجديده عقده النكاح او الطلاق لم تعد بيد الزوج ولا الزوجه هي بيد القاضي. دابا الان في المدونه الجديده العلماء ملي اجتمعوا وداروا اعاده التصحيح والترتيب لبنود المدونه، لقوا بان الناس قبل هذا الاصلاح الاخير تعديل ديال المدونه اللي يسخن عليه راسو كيقول لمراته انت طالق فتمضى الطلاق، فغدك لقوا اسر بالعشرات مشرده، فالفقهاء قالوا اجي نحيدوا العقده ديال النكاح وديال الطلاق من الزوج، لما نعطوها نعطوها للزوجه لا 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 نعطينا للزوجه غتكون اكثر واجدر، غير كلمه جوج تقول لي انت طالق ايش لمن غنعطيوها كيفكروا قالوا غنعطوها لمن للولي يعني باها ولا امها ولا باه ولا امه لا حتى هو كل واحد غيجي من جهه الاخر، فكروا وقدروا واعطوها الى القاضي. دابا القاضي هو اللي عنده العقده ديال الطلاق، مادام نتوما بجوجكم ما تبعتوش المسطره ما مشيتوش عند القاضي ما دفعتوش الدعوه اذا ما كاين والو، القاضي غير بينك وبينها لا دعوه ولا والو، ما دفعنا لا دعوه ولا حتى حاجه غير المهم بقى كوقع بيناتنا شي نقاش ومهم دخلوا الناس وهذه ورديتها وهذه وما قلت زعما داك الشيء قلت لها وقيلا حرام هذا الشيء هو قبل المدونه الجديده كان حرام،
اما دابا الان في التعديل الجديد لم يبقى ما بقاش كيتسمى الطلاق، ولكن في مخالفه شرعيه اللي غدير سي حكيم هو انك اكثر من الاستغفار غتكثر من ذكر الله تعالى غدير شي صدقه. الله يا دكتور كوم دابا انا كنعس الليل. نعم سيدي بزاف وديما كنبقى نقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بزاف. وتصور معايا خويا حكيم لو كانوا الفقهاء ايام زمان طبقوا عليك هذه القاعده، انت كنتي غضبان حاله هيجان قلتي لمراتك انت حرام عليا ونرتبوا عليها طلاق، غدا غتصبح انت مطلق مرة مطلقه لوليدات مشردين، الا درنا هذه العمليه وسعناها في المجتمع ديالنا غتعود عندنا حاله طلاق مخيفه. لهذا العلماء ديالنا جزاهم الله خيرا بالفهم اللي خاضوا مع الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع والناس ديال الاسره لقوا بان هذا الحق الشرع اعطاه للرجل ولكن عاود سحبوا منه واعطاه للقاضي. فانت ما عليك والو، زواجك صحيح باذن الله تعالى، الا عليك الاكثار من الصدقه والاستغفار وان تمسك لسانك عن الطلاق. تمسك لسانك. بارك الله فيك دكتور الله يخليك. بغيت نقول لك واحد الطليبه الله يرحم والدين. مرحبا خويا. بغيت تدعي لي مع واحد ولدي صغير. اييه. والوالد ديالي الله يعطيه الصحه والسعاده وعوينته. لا اله الا الله، وهذه هي النعمه ديال الاسره. عندنا اولاد ووالدين، النعمه ديال الاسره يكونوا كنا مجتمعين. مجتمع انا قاعد مع والديا وهذه ما بغيتش نتفارق معاهم. وربما وقع السبب ديال النزاع ديال الزوجه ديالك هي ان ما بغاتش تجمع مع غير نقاش بيني وبينها. ما قلت لي غنمشي لدارنا، قلت لها سيري وتعالي. نعم. وقالت لي لا انا غنمشي غنبات صحه. ما شاء الله. سيري للدار واجي، سيري في عشيه، سيري في الصباح في عشيه، اجي بحالك. ما شاء الله. هي هذيك دكتور وقالت لي لا انا غنمشي، قلت لها قلتي غتمشي صحه ومو شغلك هذاك، بغيتي ترجع ما بغيتي شيء. قلت لها تما هي انا هي مشات صحه وانا ما عاودتش مشيت عندها وبقات واحد المده طويله وما ندخلوا الناس بيناتنا وهذه ورديت. سبحان الله. سي حكيم دابا الله تعالى من اللي خلق العيالات عطاهم واحد النزعه صعيبه هي العناد، ومن اللي خلق الرجاله عطاهم تما واحد النزعه صعيبه هي الكبرياء. فكل رجل منا عنده كبرياء زائد، وكل امراه من الاخريات عندها عناد زائد. من اللي كتصعد المراه العناد ديالها والراجل توا كيصعد الكبرياء ديالو ولاو ندا لند، كتعود الله يحفظ الله يرزق السلامه. فإذا كان شي واحد طلع الكبرياء ديالو الاخرين ينزل العناد، ولا الاخر طلع العناد الاخرين ينزل الكبرياء ويبدل ساعه باخرى، لان ابليس حاضر وكينفخ كيقول لك واش انت راجل وفين هي الرجوله، ويجي لعندها هي ويقول لها وانت هي امراه قل منك وعايش احسن منك، وكي يبقى يحرض حتى يوقع المكروه. فالحمد لله السي حكيم ربي قدر ولطف، الله يحفظك انت والزوجه ديالك ويجعل زواجكم مباركا سعيدا. دعي لي مع الوالد ديالي دكتور علي بزاف، ودعي لي مع الله يا ربي. الله يطول عمره، الله يطول عمره، الله يطرح فيه البركه، الله يكتب لي شي حجه ولا شي عمره قريبا هديه من الرحمن. يا ربي يا كريم، وذاك الوليد اللي يطرح فيه البركه. امين. يكون خير خلافي لخير سلف. امين. الله يجعله من الصالحين من الذاكرين من القانتين. امين. يا ربي يا كريم. شكرا دكتور الله. عزك الله سي عبد الحكيم. اكرمك الله مولاي. سلام. سلام سيدي. ونتحول من القنيطره غنمشيو لمراكش مع الاخت نعيمه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجازيكم بخير دكتور كريبان، الله يجازيكم بخير. أكرمك الله لله. الله يجازيكم، الله يجازيكم خيرا 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 بخير بخير يا ربي. يا ربي يا كريم. ونورتوا عقولنا ونورتوا قلوبنا وجمعتوا شملنا. الله يجمع شملكم وشمل المؤمنين اليمين كفى أجمعين يا ربي. آمين يا ربي يا كريم. يا ربي يا ربي يا كريم يا ربي يا ربي تهدينا وتهدينا وليداتنا وليدات المسلمين كفى اجمعين. اللهم امين يا كريم. على الدكتور كريبان دعي 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 وكثر في الدعوات. والله لا نعيمه دعوتك الى خارجه من القلب هنيئا لك. وحق الله هي من الاعماق ان شاء الله يا ربي الجميع. يا ربي يا كريم. الله يهدينا ويهدي كل من هو مسلم. اللهم امين يا كريم. يهدينا لطريق الخير. الله بفضل هاد الصالحين بحالكم نعيمه اللي كيدعيو بالليل وبالنهار بلادنا محفوظه ومرضيه ومهديه وتبقى كذلك باذن الله. وباقي بنا تحفظ ان شاء الله وباقي بنا الرضا ان شاء الله. يا ربي يا كريم. شتا سي نعم سي عفوا الله يجازيك بخير دكتور كريمان، شي بنات الصباح. اييه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اييه لاله. نقول لك 8 سنين ما شاء الله وقادين هذاك الشيء ذاك سميتو دايرين الميكات في نيوفهم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
كيشموا داك وعلى هذوك المصيبه. ما كنت عطر بيا دكتور قريبان ما شاء الله 8 سنين باقي الملائكه وحك الله الا شاهدتهم بعيني يا بهذا الصباح اليوم هذا الصباح لا حول ولا قوه الا بالله الصباح في مراكش هادشي يا لاله نعيمه مراكش اسيدي في مراكش ما شاء الله مراكش وباقي توع التربيه وباقي توع الرعايه وباقي توع شحال والدي هما مرضوا لهم البال ما عرفت واش هما ما عندهمش والديهم ولا والديهم حتى هما بحالهم والله تعالى يعلم بينا وبينهم لا اله الا الله الشارع فين شفتهم في الشارع ما شاء الله الشارع حدا الطوبيسات في جهه سيدي ميمون ولا كيتعرفوا في دار الله فاز على لا ولا قوه الا بالله وباقي الملائكه مساكن ما عارفين والو ضحيه المجتمع نعم فين هما الجمعيات اسيدي المجتمع هو الذي يسال فعلا المجتمع مسؤول أمام الله وأمام القانون وأمام كل شيء أي على قول الله أكبر كل شيء مسؤولية فيهم في هذه اللحظات كل شيء مسؤول لا إله إلا الله نقربوا عليهم ونشوفوا مالهم ونشوفوا فينا هما الرعاية وفينا هي التربية وفينا هما الأخلاق وفينا هما لا حول ولا قوة إلا بالله هذوك باقي توع الرعاية باقيين هذوك ما يخلبونا ما شاء الله خص لابد الجمعيات المكلفه بهذا العمل ديال الطفوله. هذا المنبر تنحيهم اذا كانوا في الاستماع يستمعوا لنا ونتابعوا راه كاينه بزاف بزاف بزاف. الله يحفظ يا ربي يا كريم. بحال هذاك في المناظر. وهذوك بنياتنا بنياتنا وليداتنا. غنضيعوا فيهم. ما نبغيوهمش هذيك الحاله ما نبغيوهمش. لا اله الا الله. التربيه وتوع الرعايه وباقي لا حول ولا قوه الا بالله. الله يا سيدي الله هكا دميكتهم هكا لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول. تحيد ليا من النهار كله ما بغاش تحيد ليا من دماغي. وكنحييو حنا هنا في الدار البيضاء كانوا بعض الجمعيات اللي قاموا بتلقف صغار كيشموا هكا بهذا الميكا وجمعوهم وربوهم وعلموهم والحمد لله ولاو منهم كثير منهم رجال ونساء من بغينا حتى حنا لهادو هذا الشيء اللي بغينا حتى حنا لهادو من هادو بهذه الجمعيه يشدوا بيديهم ويهزوا بهم لا اله الا الله من هذا المنبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا رب يا كريم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نشكرك على هذه الرساله النبيله اللي بلغتيها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دكتور قريبان الله يعطيكم الستر مولانا تنوروا عقولنا ولينا تجتمعوا عائله وتنصنتوا للراديو وتنتابعوا وتنوصيوا كل من هو واحد يتسلل للراديو يسمع وتنستفدوا بزاف حفظك الله نعيمة اللي كان مكتئب يتصنت للراديو اللي كان عنده شي مشكل يتصنت للاذاعات من الراديو تتنفع وتتنور لا اله الا الله تنحييكم كلكم كل واحد باسمه لا اله الا الله وتحيه الاخ صابر اخ صابر اللي هو من مراكش في الاخراج نعم اسيدي قرابان تحيه للاخ صابر اللي هو في المخرج وكيستقبل مكالمات باش يفرح راه من مراكش حتى هو يا راه شاب من مراكش باش يفرح يعطيه ذريه صالحه راه غدا مراته ان شاء الله غتولد ليه يا رلا نعيمه بغينا منك واحد الدعوه راه مراته في الكلينيك غدا غتوضع مع 9 الصباح الله يطلق صراحه على خير يا ربي يا كريم راه مسكين يدو وكيقول امين يا ربي يا كريم يا صالحه من هذا المنبر يا اللهم امين هو مراكشي في الدار البيضاء تبارك الله استعان الله يعمل ربي يطلق صراحه اللهم امين والعيطه ان شاء الله وهذا الاذان الاذان الان حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي سيرفع لا لا وحق الله دائما تنهضر تنقول شي كلمه هكا ويدل على الاذان لا هذاك حق كل كلام وفق الاذان فهو حق ايه وتنحي شو تنهضر على الناس تنهضر في المستشفيات والله يجازيهم بخير من هذا المنبر اياها لله نعامل الناس مزيان يا ربي يا كريم فعلا فنعتذر الوقت نرفع الان الاذان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات مستمع نواصل هذا اللقاء المبارك وأقول لكم تقبل الله منا ومنكم الصلاة وزادنا وإياكم خشوعا وإخلاصا وحرصا على أدائها مع الجماعة في أوقاتها المكتوبة ونعود فنذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل والمناقشة والحوار حول موضوع اليوم الذي هو ظاهرة الانتحار التي باتت مفزعة في مجتمعنا المغربي أرقامنا 05-22-43-00-09 أو 05-22-43-00-09
46 72 50 أو 51. نأخذ مكالمة من دار البيضاء مع الأخت رشيدة. السلام دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. لا كبير خير ولله الحمد. كبير خير دكتور. سمح لي دكتور بزاف. مرحبا مرحبا لله رشيدة. نهار كبير هذا. دار معك دكتور في واحد الحاجة وإذا سمح لي دكتور. الله يجزيك بخير. مرحبا لله مرحبا. أنا دابا دكتور عندي جوج الوليدات. أيه. الراجل دكتور مشى وخلاني مشى لي ليبيا وخلاني أنا ويا ماتش ديال الانتحار كما قلت يا دكتور. دابا أنا بقى المرات وبقى كنفكر فيه وقفت نتكفم والله يا دكتور. واش مشى قبل الحرب أو بعد الحرب؟ لا مشى غير هو داو تما دارهم ما كاينه الخدمة لا والو داهم دارهم خلوا لي جوج الوليدات خلوا لي جوج الوليدات وخلى لي خلاني غير كاريه وانا دكتور ما خدامه والو. والله حتى الافكار تنفكرتها انا دابا فيهم دكتور بزاف نفكر في هذا الشيء وحق الله العظيم. فاش كتفكر لاله؟ كنفكر كنقول ما نقدر بحال الحلقه اللي في الحلقه ديال الانتحار كنقول نمشي ندقل شي رموك ولا نمشي مابقاش نقدر نشوف واحد الحاله فيها انا ولادي بزاف دكتور وحق الله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. ما بقيتش نستحمل دكتور ما بقيتش نستحمل وحق الله العظيم ما بقيتش نستحمل تهلكت. لا اله الا الله. قالك يا دكتور دابا جات الافكار ثاني دابا بزاف اللي كتجيني في دماغي ومابقاش يجيني النعاس وتجيني بحال الافكار دابا بحال هكا كتجيني بحال الافكار بحال هكا وتجيني في راسي كنقول نمشي نتقل شي رموك نمشي ما بقيتش عارف ما ندير يا دكتور والله ما بقيت نعرف. الله يحفظك لله. الله يحفظك لله. واش هو مشى باش يخدم تما ولا مشى مع المجاهدين تما؟ دابا لا هي كاينين دارهم تما وداو وكيقولوا لي اول مره ملي بغا يدو تيقولوا لي يقدر يديك وداك الشيء وكل شيء دكتور كل شيء داك الشيء كذوب غير الضوء سلكو تما ومن كان دابا انت نشارجي وتنعيط على داكشي كيقول لي صافي نسيني انا دابا فينك مع دوك الدراري انا ما انا تما في المغرب ما كنتش خدام انا دابا شنو بقى زعما شنو بغيتي من عندي ما بقيت انا ما خدامش حتى نبقى انا مع دارنا صافي بقيت انت وولادك تما انا ما عندي ما ندير لكم. ما شاء الله. هذا هو دابا اش كيقول لك انا ما عندي ما ندير لك كلشي داكشي اللي قال لك داكشي قال لك كنحلم كلشي تضرب لي في الزيرو دكتور كلشي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا تخيل دكتور أنا ما خدامة والو عندي بيت لما خلصتيش مول الدار ما تيعقلش عليك ما تيعقل. أنا عندي واحد عندي ولدي عنده واحد عنده طالع في 15 وعندي ولدي عنده 10 سنين عندي جوج توليدات اللي عندي وبقيت عرفت ما ندير. دابا أنا الدري ولا دابا تيقرا تيقول لي ماما غير نخرج أنا ونمشي للمعامل ونمشي نخدم ماما غير بركير ما بقاش تفكر بهاد الأفكار حيت كنفكر بهاد الأفكار اللي دابا اللي هضرت عليها. ما شاء الله. كنت كنفكر غير بحالهم دابا أنا ما بقاش حيت كنشوف الأمان كنشوف يعني ما بقاش عرفت ما ندير دكتور ما بقاش عرفت. لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور ما بقاش عرفت ما ندير أنا أصلا ما بقاش عرفت دابا أنا ما ندير انا بعض الافكار اللي كتقول والله الناس ما غادي يجيني عرفتي بالليل كنوض كنبقى تنفوس ما كتبغيش تطلع عليا تنفوس كنبقى كنحل في النوم كنحل الشرجم وكنبقى غير نشم غير ديك الهواء. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. وانت اختي رشيده اش كديري في العمل ديالك؟ كتخدمي شويه؟ كتخدمي شويه؟ انا شنو المشكله عندي انا كنخدم دابا مرات كنمشي للديور مي كنقول لهم عيانه انا عندي مشكل في ظهري دكتور عندي مشكل في ظهري مي كنمشي تنقول لهم ظهري ظهري ولا شي حاجه كيقول لك ما تجيش عندنا لا ما عندك ما تجي ما صافي ما تجيش. ما شاء الله. شي خدمه مستمره ولا شي خدمه غدخل فيها واحد المعيشه لولادك غتمشي تخدمي في نهارك قدرتي تخدمي تكملي نهار ما قدرتيش تقول لك لا ما عندي ما ندير لك انا ما عندي ما ندير لك. ما شاء الله. لا عندي ما ندير لك هذا هو دابا هادشي هي خدمتي دابا مرات نجي ندعي تضرنا ظهري كتعيط لي النهار الاخر كتقول لي اختي بلا ما تبقى تجي. ما شاء الله. بخير ما تجيش ما تصلحيش ما تجيش. واختي رشيده بالنسبه للعائله ديالك الوالدين والخوت؟ لا الوالد ديالي كان معاوني يا دكتور واني الله يرحمه. لا اله الا الله. الله يرحمه كان معاوني مسكين والدي عندي انا في عربيه كان مسكين معاوني ودابا الخوت داك الشيء ما دكتور حتى شي واحد ما تيقول لك حتى شي واحد ما تيعقل دابا كتقول لي شي حاجه كيقولوا لك وين سيري تشوفي شوفي دي ولادك شوفي فين تعطيهم سيري دي من الخيريه ترى شوفي فين دير هذوك الاولاد عندك وسيري دي حياه جديده وهادشي كيقول لك الخوت. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. هادشي دابا دكتور هادشي باش تيقول لك الخوت ما تيعطوكش استفادة هادشي اللي كيقول لك كنتي بعدا علاش المهم كتضحك كيقول لك ولدي ما كنتيش تولديهم كاع. ما شاء الله. هادشي اللي تيعطوني يا دكتور ما كاينش زمانك واعي ما كاينش زمانك دكتور الابواب كلهم خدوا عليا كلشي سد عليا كلشي. ما شاء الله. دكتور وحق الله العظيم. كيفاش كتجيك الفكرة ديال الانتحار؟ تنضغط وتنطلب بلي وتنبكي وزمان كنشوف انا عادي كنت تنزير زيد وتنزير في قلبي تنزير زيد ما كنعقلش يا دكتور كنكون كنصوي كنغوت وتنطيح. لا حول ولا قوة الا بالله. كنكون كنغوت كنعقل على راسي كنبقى الجيران دايرين بيا هادشي الدنيا لا ولادي تيبكي المهم انا ولدي دابا هادي هي الحالة اللي فيها كنكون عا كنزير صافي كنبقى كنغوت صافي
لا إله إلا الله. تعرف دكتور الله دكتور ما بتعرف. دابا مو دابا دابا مشكلة دابا دابا داك السيد الكاري عنده دابا أنا منطقة الدار البيضاء أنا كان كنت سمعت حد ولا كنت سمع بهم. هي ولاد حد نعم. دابا المهم ما عقلش عليك مو الدار دخل فيه وبس ما عقلش عليك المهم فلوسه خاصك تعطيهم ليه. ما شاء الله. ما يقولش لك شي حاجة المهم أنت خاصك تجيب لي المهم نهار 10 في الشهر خاصك تحط لي رزقه ربي كبير نهار 10 في الشهر تحط لي فلوسه تحط لي فلوس المهم الضو نعطي 10 تزيديش ولا يقول لك ما عجبكش سيري صافي خرجي انا سامحك خرجي شوفي فين تبقى راسك. ما شاء الله الله يحسن العون. هذا هو الافكار اللي كيقول لك ما تقدرش تزيد لك شي حاجه ما كيزيدك الدكتور حتى حاجه ما كيزيدك. ما شاء الله الله يحسن العون. الدكتور الله يدعم يا دكتور بزاف. يا ربي الله يفرج عليك لاله رشيده. امين. الله يفرج عليك وربي يجمع الشمل ديالك مع وليداتك ومع الزوج ديالك. امين. الله يفتح لك ابواب التيسير وابواب الفرج. امين. لاله رشيده ممكن تخلي لنا الرقم تليفون ديالك؟ هو هذا سيدي الله يجازيك بخير. الستوندار على برا الستوندار على الاخ انا عاود ندوز الستوندار. الله يخلي لك معز ذلك دكتور. يا رب يا كريم ربي يقدرنا على فعل الخير على قدر ما نستطيع. لا اله الا الله الله يلطف لاله. نتمنى ان شاء الله تعالى احد الاحباب اللي ممكن نتعاونوا جميع نساعدوا الانسان اللي هو في هذه الظرفيه الصعبه. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا ممكن تعطي الرقم ديالك للستوندار ونعاودو نتصلوا بك مره ثانيه باذن الله. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الكثير ديال الناس اللي كيوصلوا للانتحار كاين من بينها الاسباب ديال الفقر الشديد وقد كان الفقر ان يكون كفرا وكاين اللي عنده الاهمال الاسري وكاين الصراعات الاسريه المتكرره او الشديده بين افراد الاسره والاطفال الصغار كيعيشوا هذه الوضعيه كيشوفوا المآسي وبالتالي كبدا تكون عندهم واحد النزعه نفسيه نحو الانتحار. العلماء اعتبروا بان الاسره الغير المتماسكه الاسره اللي فيها النزاع والصراع المتكرر بين الزوج والزوجه او الفقر الشديد والحرمان اللي يعانوا الاطفال في العيش ديالهم الله يحفظنا واياكم هذا كله اسباب كتخلي الإنسان كيشعر بالاكتئاب أو بالقلق أو الهستيريا أو الوسواس القهري وبالتالي كيفكر في التخلص من هذه الحياة لأنه يعجز عن التفكير. نسأل الله السلام والعافية للجميع. غناخد مكالمة من ورزة ذات مع الأخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذا البرنامج. حياك الله لفاطمة. كنستافدوا منك بزاف. شكرا شكرا. أكرمك الله لاله. كنشكرك بزاف. مرحبا. بارك الله يرحم والدين دعي معايا. انا مطلقه وعندي ثلاثه الدراري وعندي المشاكل بزاف مع دارنا والراجل ما كينفق عليا مهم بزاف. اشنو غنقول لك انا ضايعه بزاف وبغيتك تدعي معايا. لا اله الا الله لاله فاطمه الله ربي يكون لك عون. معايا لهنا زعما نطيح شي حاجه حرام و الطريق ديال الله ولا يحشمني مع ولادي هادشي اللي كنتمنى تدعي معايا بزاف. الوليدات باقين صغيورين الوليدات؟ نعم الوليدات باقين صغيورين. الكبير الله انت باقا دابا صغيره الان وعندك مسؤوليه ثقيله على نفسك. انا يلا عندي 29 سنه. ما شاء الله باقا شابه لا اله الا الله. والزوج ما كينفقش هاي ما كينفق عليا ودوز عليا العنف والمشاكل دخل عليا العيالات ومهم ملي ما صبرت صافي وبقى زعما كيقول لي انا اللي ظلمتو المهم دابا راني طلبت طلاق وطلقت راسي النفقه دابا 5 سنين طلبتها حكمت المحكمه عاد حكمت ما عمرني شديت شي حاجه ولكن الفيد ما كاينش حتى بنا الدار وباعها ومشى كلا هكاك وصافي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما كلتوش الكبدة على وليداته والو والعائلة زعما ديالو دايرين بيا كاملين ما عمر شي واحد زعما جات كبارنا وقال لي زعما سول فيا ولا سول على الدراري ولا حتى حاجة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ودابا أختي فاطمة اللي هزني ولكن مرة كتعصب كيقول لي خصك تخرجي من الدار وأنا كيبقى فيا الحال بزاف وما بغيت زعما ندير شي حاجة اللي تغضب الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي كبير سبحانه وتعالى كيقدر وكيلطف. أكيد أن الله تعالى مقدر هذا الابتلاء وأنه قادر على رفعه وتعويض تعويض دياله بإذن الله يكون كثير وعظيم بإذن الله.
بغيت نسمح لي بغيت نقول لك واحد الحلم. واحد النهار كنت كنبكي على الوالده وقلت لها زعما ما كاين اللي حلم فيا لا خوتي لا نتوما ما كتهمونيش وهذا الشيء. المهم ملي نعس وحلمت بان الله هضر معايا قال لي راني واقف معاك. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. الله عز وجل قريب من العباد وهو اقرب شيء الينا جميعا. الله تعالى مطلع وهو الذي قدر وهو الذي يعلم. واكيد ملي كتشوفك انت الان باقي شابه صغيره ومطلقه والحمل عليك ثقيل ومظلومه وفقيره وانك الشيطان يراودك باش توقعي في الخطيئه ومع ذلك كتصابري وكتكابري، الله عز وجل يعلم. غير اعتصمي اعتصمي بحبل الله، الله تعالى يكون معك ولي ونصير يا رب يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكنسمعوا حالات اجتماعية ربما تتألم في صمت وحتى واحد ما كيسمعها. ربما الفضل ديال البرنامج أن نسمع آهات ونسمع شكايات ونسمع معذبين في الأرض يحتاجون إلى الرحمة يحتاجون إلى المساعدة. كيف أن الناس كيطلبوا المساعدة من بعيد والأقارب ديالهم هم أولى بهم. لا بد الأقارب ترجع للعائلة المغربية، ترجع إلى التماسك ديالها الأسرة، ترجع للتماسك التعاون. إلى واحد فينا وقعت لي مشكلة ما نرميهوش على برا، كلنا نتضامنوا ونديروا اليد في اليد. الخوت الخواتات ولاد العم ولاد الخالة الأقارب في الرضاعة كنا أسرة واحدة. ما نخليوش الإنسان كيضيع هكذا، حنا كنتفرجوا ولو غير بالقليل نتضامن وبعضنا يأخذ بيد البعض الآخر. غنمشيو من ورزازات إلى قلعة سراغنة مع الأخت سميرة. ألو السلام عليكم. ألو دكتور سلام. حياك الله لالا سميرة. بارك الله فيك دكتور، كي داير بخير؟ ولله الحمد لله. كنشكروك دكتور على هذا البرنامج وكنشكروا جميع اللي استقام البرنامج وكنتمنى للأخ صابر يعني الزوجة ديالو فك على خير وتكون لي الدرية الصالحة يا ربي يا ربي يا كريم. يعني أنا سميرة من قلعة سراغنة عندي 22 سنة تبارك الله. بغيتك دكتور طلب معايا يعني أعطيني شي دعاء من عندك يعني كيجيو عندي يا رفقة وما كيسهلش الله ما شاء الله. أخيرا جاء واحد الولد من الرباط وخطبني وما ساهمش الله مشى بحالي يعني ما تفهمش أنا وياه. نعم. وديك الخطبة دابا بقات شوية مرضان جاب الحوايج داكشي ودرنا لهم الضيافة هو الأهل ديالو يعني وبقى الحوايج داكشي دابا بقى خاصني يعني بغيت نفهم واش خاصني نرد ليه الفلوس أو الحوايج ديالو ما فهم. هو جابهم جابهم طيب بنفس جابهم كهدايا هو إلى طلبهم إلى طلبهم نعطيهم له، لكن إلى ما طلبهم شيء ما بين الخيرين حساب. يعني هو لحد الآن ما قال والو وإحنا وأنا بغيت نفهم يعني هو الأصل أن الهدية لا ترد من باب الكرم وحسن الضيافة. أنتم يعني ضيفتوهم أنتم ضيفتوهم طيبتو صوبتو تعذبتو استقبلتوهم وخلوا فيكم من بعد واحد الاثار سلبي انهم جاو ما بقوا رجعوا. هما كذلك جابوا الدهاز ديال الخطوبه عباره عن هدايا. امتى كنقولوا ارجع ما يرجعش؟ ملي كتوقع على قدر الله مثلا الدخله بين المراه والرجل، ديك الساعه كتضحوا كامله للمراه بقى ما وقعت لا دخله لا ملامسه. كيقولوا بان الى طلب نعطيوه، ما طلب شيء ليس بين الخير انا حساب. شكرا دكتور يعني وبغيتك تدعي معايا بزاف. لا سميره الا سمعتي ما تعرفي الخير فين كاين شي سمعتي ربما الكلام ديال الاخت رشيده اللي زوجها مشى ليبيا وخلى جوليداتها هي تزوجات وولدات ومسكينه كتعاني معاناه شديده. دكتور يعني انا واخت فاطمه كذلك فاطمه من ورزازات هي تهي تزوجات يعني وهي ولدت لها ثلاث الوليدات وطلقات وعذبها وكيجي دخلها العيالات. يعني ماشي دائما الزواج كله رحمة، بعض المرات كيكون سي زواج فيه العذاب. ولهذا الإنسان إلا دار شي إجراءات وما كملش الله يقول لعل الله تعالى أنقذني، لعل الله تعالى رحمك وخلاك بقى معززة مكرمة في دار والديك تجيب لك شي مرضي الوالدين صبار ومهدي. وين وبغيتك دكتور يعني بغيت نقدم سعادة الأهل ديال مريم اللي توفات اليوم
كاينه بطات بزاف. سمعتها في الاخبار لاله؟ سمعتيها؟ واه. في منطقه الفيده في الدار البيضاء. في الفيده. نعم. ومساكن ساكنين في واحد الظروف اجتماعيه قاهره في واحد القيطون والازبال والاوساخ والفئران والحشرات. يعني شفت في الاخبار وشفت الصور ديال البنت وبقات فيا بزاف، مازال صغيره مسكينه وباقي يعني كانت غتطمح دير يعني شي حاجه اللي زوينه وغتهز الاهل كاع من ديالها من تما، ولكن هادشي اللي مقدر على الله سبحانه وتعالى. يعني ما شاء الله الفقر ماشي عيب، يعني كاع العالم كامل كيعاني من الفقر، ولكن الحمد لله على كل حال. حنا الفقر في المغرب عندنا واخا كيقولوا راه والو، الا قارنا بالفقر في الهند او الفقر في البنغلاديش او الفقر في بعض الدول الافريقيه او في السنغال، يعني اللي كنشوفهم كيهاجروا مساكن داخلين في الدول الافريقيه ما شاء الله. واه حنا في المغرب راه ما كاينش الفقر، راه الحمد لله غير الانسان يخرج يقول على ربي وتا واحد ما يتخلى عليه. هذاك الشيء اللي كان، يعني الحمد لله على كل حال. لا اله الا الله. احنا نبغى ان محمد رسول الله، لان الله سبحانه وتعالى خلق العباد ديالو كل واشنو كتب ليه الله، ويعني ماشي حنا ان الفقر غيضرنا ولا غادي نديروا به شي حوايج اللي غتغضب الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني يمكن نخرجوا روسنا من هذيك الظروف، ويعني نقراو ونجتهدوا ونخدموا، ولو ما كتبش الله القرايه نخدموا ونخرجوا من الظروف. حسن بحال الفاس فين ما مشى يخدم، ماشي القرايه بالضبط، وانما بعرق جبينه ويتعب ويشقى. راه اكبر الاثرياء في العالم عمرهم ما قراو، اكبر الاثرياء في المغرب عمرهم ما دخلوا المدرسه، ولكن اعطاهم الله تعالى الذكاء وقوه الاراده ووصلوا الى جمع ثروات مذهله. وي ما شاء الله. يعني دكتور بغيتك سمح لي واخا طولت على المستمعين. نعم لله. بغيتك يعني كنت باغا واحد الحلم، ولكن يعني ملي سمعت الاخت تكلمات على الاحلام مرة أخرى إن شاء الله، وبغيتك تدعي مع هذا الأخ ديالي مريض بزاف. يعني يا ربي الله يشافيه ويعافيه، الله يشافيه ويعافيه يا ربي، ترزقه الصحة والعافية. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. الله يشافيه، الله يعافيه، الله يطبه في الغيب. وأنت لالا سميرة الله يفرحك بزوج صالح، هذا لمشى ربي يعوض محسن منه يا ربي يا كريم. يرزقك الله زوجا صالحا طيبا مرضيا مهديا، يصونك ويتهلا فيك وما يعذبك ما يمحنك، ويعطيك الله منه ذرية طيبة وتعيش في أمان واستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونتحول من قلعة سراغنا غنمشيو للدار البيضاء مع الأخت مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جالسي كوري بعلمت عليك. حياك الله لالا مريم. الحمد لله. كنشكركم بزاف سي كوربان على هذا البرنامج اللي كتقدموه صراحة لجميع المواطنين المغاربة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. يعني برنامج الحمد لله اللي كيدخل السرور على قلوبنا وكيزيدنا إيمانا بإيمان يا رب. وموضوع اليوم اللي كيألم نتيجة الانتحار ديال هاد الفتاة في حي الفيدة. نعم. شنقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا كنتخبطوا في مشاكل اجتماعية اللي كنتمنى الله سبحانه وتعالى يقدرنا على أننا نمدوا معنا عضوة صحة من العمل الجمعوي. كنديروا على قدر المستطاع أننا نساعدوا الناس، لأن صراحة يعني كاينين واحد الطبقات مساكنين مهمشين، يعني كيعانيو. كنشوفوا احنا كنديروا الدعم ديال الدارس الصغار في مدارس الدولة. نعم. كاينين شي اطفال مساكن كتشوف الطفل جاي صندالة مع غير سدها بالقنب ما شاء الله. كنتألموا لهاد الاطفال وكنحاول ما اللي قدرنا عليه الله ان نساعدوهم. والحمد لله الحمد لله، يعني صراحة آمنا في الله سبحانه وتعالى، آمنا كبير. و أنا متفائلة علاش؟ لأن كنشوف المغرب الحمد لله عام لعام أن الجمعيات غادي كيتكاثروا. يعني وجمعيات كيجيو من برا، يعني كيجيو من جمعيات من إسبانيا من فرنسا من أمريكا اللي كيحاولوا يمدوا يد المساعدة، والحمد لله كيلقاو متطوعين اللي كيزيد يطمئنوا أن كاين ناس كاين مغاربة متطوعين اللي كيمدوا يد المساعدة
مجانا الحمد لله. يعني كيعطيو الوقت ديالهم باش كيعلموا هاد الوليدات باش كيوجهوهم باش كيخرجوهم المناطق اللي ما كيعرفولهاش كيسمعوها بوتيت في التلفازه او في الراديو ولا هذا، كنحاولوا ما امكن نمد لهم يد المساعده. والحمد لله الحمد لله حنا املنا في الله سبحانه وتعالى، املنا كبير. مريم من عندك إن شاء الله تعالى أنت كفاعلة جمعوية، إلى أن الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني أنها تضاعف من جهودها في إطار تقديم الدعم والمساعدة خصوصا للطبقات المهمشة والفقيرة. نعم فعلا فعلا داكشي اللي كنحاولوا نديروا. يعني انا في منطقه سيدي معروف، يعني في ولاد حدو، يعني كنحاولوا نخدموا مع هاد المدارس اللي في النواحي ديال الدواور تما والنواحي ديال، كنخدموا معاهم يعني كنقدموا لهم الدعم المدرسي تما دروس القروي. نعم نعم مزيان ممتاز، هنيئا لكم. الحمد لله الحمد لله. وما شي كيفرح لان ملي كتلقى شباب يعني كيعطيو من الوقت ديالهم يعني ملي كتشوف الجوده ديال العمل، يعني الحمد لله يعني عنده واحد جوده عاليه ما شاء الله. لاله مريم، ملي كتقومي بهذه الخدمات الاجتماعيه انت في النفسي ديالك واش كتشعري بالتعب ام كتشعري بان معنوياتك مرتفعه؟ الحمد لله ما نقولكش الحمد لله، يعني واحد سنقولك واحد طمأنينة واحد الارتياح اللي ما غاديش ما يتصورش على البال صراحة. لا إله إلا الله. زعما صراحة أنا الحمد لله متزوجة يعني أبخي 18 عام والحمد لله ربي ما رزقنيش بأولاد، ولكن يعني داك هذاك الحنان اللي عندي كنحاول ما أمكن نفرغه في هذا الميدان. سبحان الله، ربي سخرك لهؤلاء. الحمد لله هذه فيها خير، لان كون كان عطاني الله الاولاد كنت غادي نتلاها معاهم ربما ما غاديش نعطي هاد ما غاديش نكسب هاد الاجر، مع ان تربيه الاولاد هي فيها اجر لكن نعم. تربيه حسنه وهذا كنظن ان هاد الاجر اللي الله اعلم اللي كنديرو اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى يجعله لي في ميزان الحسنات يا رب لوجه الله خالصا لوجه الله. هنيئا لك. قدر الله كنطلب الله سبحانه وتعالى يقدرني على انني ندير ما في وسعي. زعما صراحه واحد كما قلتي واحد كنحس واحد ارتياح واحد طمأنينة الحمد لله واحد طمأنينة حيت ملي كتحس داك الانسان الاخر بانه فرحان وبانه يعني كتحس بالسعادة اللي تدخل على قلبه كتزيدك انت سعادة في سعادة. الحمد لله. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يقدرنا على فعل الخير. الله يتقبل منك لاله مريم، هنيئا لك. اللهم امين. وكنشكرك على الضيافة الاستضافة اللي درتي البارح ديال السيد محمد بحر الدين. نعم بحر الدين، وبعد الدعاء اللي دار زعما داك الدعاء اللي كان جا في محله. نعم. محله لان في ديك الفقيته فاش كان داك الدعاء كان واحد الشاب عندنا في الاقامه اللي ساكن فيها واحد الشاب كنطلب منك وكنطلب من جميع المستمعين انهم يدعيوا معاه طفل معاق عنده 24 سنه اللي زعما كنطلب من الله سبحانه وتعالى اللي يعني يشوف من حاله لان ما كايناش ليل ونهار والوالده ديالته يعني في واحد التعب معاه اللي كنطلب يعني صراحه البارح طلع يعني كيف خلينا طلعت ديك السعاده في الدعاء كنطلب من الله سبحانه وتعالى ان يشافيه ويعافيه يا رب يا كريم من الحال ديالو والحال ديال الوالده لان كتعاني معاه يعني واحد المعاناه كيعلم بها الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. يعني انسان اللي عنده 24 عام يعني ما كيتحركش الا ما حركتيه ما كيتحركش وما كياكلش. نعم. وتخيل كيشعر بالالم الشديد وهاد الايام كي مسكين كيغوت. نعم. كيغوت وما عارفش اش عنده ما عبرش. جبناه الاطباء حتى للدار ديناه الطبيب في المستعجلات ديال موريزكو ديناه الطبيب ديال الكلينيك مسكين ما عرفوش اكزاكتومون شنو عنده. مؤخرا قال لنا الطبيب انكم ديروا ليه فيبروسكوبي ولكن الوالده ديالته خافت لان ما خافت ما عندوش الجهد ديال انه هذا
يقاوم هذاك يتحمل ما شاء الله يتحمل ما شاء الله ما عليه مي الحمد لله كنطلبوا الله سبحانه وتعالى وانه يشوف من الحال ديالو لا اله الا الله لان الام ديالو كتعاني معاه كتعاني مع واحد المعاناه واخا انها هادشي كيحتسب لها هي اجر ولكن الدوام هذا كما تيقولوا والحمد لله نسى العمار نزل الاقامه وقفوا بجنبها لا الحمد لله زعما اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وقفي معها ماديا ومعنويا الحمد لله يعني اللهم لك الحمد الخير كثير في بلادنا الحمد لله الخير كثير لا 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 اللهم لك الحمد يعني سبحان الله بدا انا المحيط اللي كنعيش فيه سواء في في, في في الاقامه او سواء في, في الحي او سواء في العائله او سواء في, في, في العمل اللهم لك الحمد لحد الان يعني نقول لك 95% ديال الناس اللي كان صادف ناس خيرين الحمد لله ودوك ال 5% الله يهديهم داكشي اللي كاين يا رب نطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يهديهم وي غيكونوا هما كيديروا هذا ولكن ما بينيش ربما مخلصين ربما كيديروا بينهم وبين الخالق حتى واحد ما ناقصوش شي خير الحمد لله داكشي اللي كاين استاذ والله يجازيك بخير باش ما نطولش بغيت تخصص الدعاء لهذا الولد واحد السيده من العائله مسكينه وتعاني في مدينه المحمديه تعاني من واحد المرض لا اله الا الله وكنطلب من المستمعين انه يدعيوا معها دعاء من القلب يا ربي يا كريم دعاء مع اليقين مع اليقين لان الدعاء كيكون مع اليقين الله سبحانه وتعالى هلا ابدا لا شك فيها الله سبحانه وتعالى الا اللي فيها الخير يا ربي يا كريم عباده كامل حتى المرض هو راه فيه غفران الذنوب يا ربي يا كريم ذاك الالام وهذا اللي شويه الانسان ويدعي ان باش الانسان يقوي ايمانه لان ملي كان مرضو الا كان مع الايمان واليقين بالله كتخفف عليه الالم ما شاء الله وشكرا لله مريم شكرا باذن الله تعالى في اخر البرنامج ان شاء الله نديروا دعاء جماعي والكل يؤمن والله عز وجل رحمن لطيف بالعباد لا اله الا الله تحيه الاخت مريم نموذج للمراه المغربيه رغم أن الله عز وجل ابتلاها بعذاب الإنجاب لم تضع خدها على كتفها وتبكي وتولول وتندب حظها التعيس لكن رضيت بما قسم الله وانطلقت في الأرض تقوم بمبادرات ديال الخير هنيئا لك هذا نموذج ينبغي أن يحتدى فتبارك الله أحسن الخالقين نتحول من الدار البيضاء وغمشوا الإقليم جرسيف مع سيدي محمد السلام عليكم الحاج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحبك في الله سيدي نحبك في الله أكرمكم الله مولاي اسمح لي أنا راني عيان شوي أنا الله يشافيك ويعافيك سيدي أمين يا ربي تشافيك وتعافيك يا رحمن يا رحيم أنا خويا المرضية دي ولدي لحوني وما وهذا الموضوع هذا ودائما كنت اتصل وما كيحدنيش واليوم صليت العشاء وطلبت الله يا ربي لما يشد غير انفجر راني بوحدي لا عائلتي ولا نسابي ولا ولادي كل شيء لا اله الا الله ومشيت لواحد الراقي قال لي عندكم التخطيه راكم مخطيين كلكم راكم مخطيين ورا عندكم السحر وهذا رقاني ولكني هادي دابا شي 20 يوم باش ترقيت ولكني ورجع ليا هادشي علاش اليوم مشيت ديت لها باش بلغت لها الرسالة ديال الرجوع ما شاء الله نتوما دابا درتو الاجراءات ديال الطلاق في المحاكم دخلنا للمحكمة واه ما شاء الله ولكني دابا خوتها هي مع عائلة برجوازية وانا انسان فقير حرفتي غير حمال قول لا اله الا الله محمد رسول الله وكان بغي ديك المراه وكان بغي ولادنا ولا اسمح للناس اللي راهم كيديروا هاد المسائل ديال الشعوذه لا اسمح لهم ما شاء الله السي محمد نهار تزوجتوا اول مره كنتوا عارفين بانكم انتم راضين بعضياتكم الله يا ودي راه هاد الشيء وقع غير في هذه 3 سنين الاخرى 23 عام ديال الزواج بنت مجوجه دري كبير دري كبير جوج دراري صغار راه 4 ديال الدراري وبنت لا اله الا الله كنا كانوا كيعطيو بين الامثال الجيران ما شاء الله مع زواجهم كيقولوا مال شوف فلان وفلانه كيعايشين كيضحكين كيلعبين وداك الشيء امر تعمل حطينا ناس وهزينا ناس ما شاء الله وانا
انا ما بغيت والو من الدنيا، بغيت غير مساعده لذوك الناس كما يجمعوا الشمل. دابا حتى خوتها قاصحين من جهتي، خوتي لا اله الا الله، وراني وحيد وكنفكر ننتحر، وانتحرت وزلت عليا ليسونس، ولا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله يحفظك اخويا محمد، الله يحفظك من الانتحار. الله يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. قولوا معايا امين السادة المستمعين، هذا خونا كيتعذب، الله اعلم بظروفه ومشاكله، ولكن انسان يتعذب الان، ربي اللي عالم به. انسان الرجل لما يبكي كتعرف بانه كيعاني معاناه حقيقيه وشديده. يا ربي الله يجمع الشمل ديالكم، اللهم اجمع شملهما، اللهم الف بين قلبيهما، اللهم الف بين قلبيهما، اللهم طهر قلبيهما من الكراهيه ومن الحقد، اللهم اجمع بينهما على الموده والمحبه والسلام. يا رب اللهم ارجع المياه الى مجاريها، يا رب اجمع الشمل يا كريم. ولا كان عندكم شي عمل شيطاني هو اللي فرق بيناتكم، اسال الله تعالى ان يبطله، اللهم ابطله يا رب العالمين، اللهم ابطله يا كريم. اللهم امين. وخويا الوليدات واش وقفوا شي موقف؟ والو، كلهم ما كيديوها لا فيا ولا فمهم، واخا عايشين مع امهم دابا ما كيعيطوا لها بسميتها، يدخلوا ويخرجوا ويديروا اللي بغاو. غير واحد جوج وليدات، واحد عنده غادي يدخل هذا العام المدرسه، وواحد كيقرا في القسم الرابع، هما اللي مساكين مكرفسين وساكنين الكارير لهم خوالهم فوق واحد الدار غير في بيت السطح، والله ما عنده الباب. اقسم لكم بالله، جو تشوفوا ديك المراه وجو تشوفوا الدار اللي سامحه فيها والدار اللي راها ساكنه فيها، بيت فوق السطح بلا باب. اقسم بالله الا بلا باب، الا كانت تعذب الليل والنهار، كنفكر نتعرف في الصباح وكنستغفر وكنولي عاوتاني. قلت لك زلات عليا ليسونس وربي جاب الله، ما كنت هاز لا وقيد لا بريكه لا والو. لا اله الا الله، ربي نجاني من الوقيد، ما كانش في جيبي وما كان حرقت راسي. لا حفظك اخويا محمد، الله يحفظك. انت اسمك اسم رسول الله محمد، اسم عظيم، حاشا وكلا ان يحرق في النار لا في الدنيا ولا في الاخره. ربي كينجيني، ثلاثه ديال المحاولات ديال الانتحار، ثلاثه. لا حول ولا قوه الا بالله. خرجت من الدار ودايره في الشكايه، منين خرجت النسخه ديال الحكم دايره بانني انا طردتها، وانا هددتها بالذبح. لا حول ولا قوه، وانا اقسم بالله والمغاربه وما كيسمعوا فيا من طنجه للقويره، والله القسم الا راني في الخدمه، وبنهار الثلاثه عندنا السوق، بنهار الثلاثه كنخدموا، ما كنقرب ما بين العصر والمغرب عاد كندخل الدار، كندخل اللي داته واللي شتو بحال اللي دخلوا الشفاره للدار، كل دار مشتة، اللي داوه خرجت للجيران قالك دات حوايجها ومشات، عينا رغبوا فيها قالت لهم كتجيني هاد الدار كحله، ما شاء الله. عاد مشيت لعند خوتها رفضوني، ما بغاوش يتحاوروا معايا، ديت ترقيبه ما خليت ما درت، مشيت ضربوني ولادي جوج الكبار، ضربوني ملخوني من الرجل، ومشيت درت شكايه لوكيل الملك، ما تقبلني حتى واحد. لا حول ولا قوه الا بالله، لان عائله برجوازيه وعندهم نفوذ هنايا في قرزيف، وكلا لا اله الا الله محمد رسول الله، عاش الملك عاش الملك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خويا محمد، لعل الزوجه ديالك او احد الاقارب ديالك يستمع لنا، اش ممكن تقول لهم الان؟ راهم كيسمعوا لنا. الله يهديهم ويجمع الشمل، يا سيدي ما يصبح ميت بدون اذن الله. لا اله الا الله. خويا محمد، الا كنت انت صدرت منك شي اخطاء، انت الان كتعترف كتطلب السماح منهم. انا راني كنطلبها من ربي، كنقول لا اله الا الله وسبحان الله اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله، وانا كنطلب حتى في صلاتي وفي السجود ديالي، حتى كنتلف كنسجد، حتى ما كنعرف واش جوج سجدات ولا جوج ركعات، ولا كنتلف كنغيب في السجود، كنغيب اودي يا دكتور. لا اله الا الله، ولا النساء، اللهم لك الحمد. خويا محمد، الكلمة اللي قلتي طيبة، هاد الدعاء اللي قلتي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان كيدعي به سيدنا يونس عليه السلام نبي الله في بطن الحوت في الظلمات الثلاث،
ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، وربي سبحانه وتعالى نجاه وجمع شمله. لا إله إلا دائما أنا دكتور، دائما أنا دكتور. أخويا محمد الله يجمع لك الشمل ديالك. أمين. الله يجمع الشمل ديالك، الله يرفع المقام ديالك، والله يصلح القلوب. كنتمنى الزوجة أو أفراد العائلة أو الأولاد يكونوا في الاستماع، ونقولوا مهما كانت الأسباب راه من إلى هذا الفراق وهذا التشتت ما غيعالجهاش، غادي يزيد في تأزيم الأزمة. تصوروا معايا لو أن هذا الأب استولى عليه الشيطان بالوساوس ووصل إلى الانتحار، غتبقى عار وعيب في جبين العائلة كلها على مدار التاريخ. ولم شتقدر الله تعالى أي إنسان انتحر كتب من أهل النار والعياذ بالله. هل ترضون لأبيكم وأنت يا سيدتي أترضين لزوجك أن يكون من أهل النار؟ تفكروا الأيام السعيدة اللي دوستوها، فكروا أيام العرس وأيام العقيقة وأيام السبوع وأيام العيد والأيام الطيبة اللي دوستوها. ما تبقاوش واضعين فقط غير الأيام ديال النغص وديال الخصام وديال الشجار. خويا محمد أسأل الله تعالى أن يفك أزمتك. اللهم فك أزمته يا رب العالمين. اللهم كما أنجيت سيدنا يونس من بطن الحوت وأنجيته ورفعت مقامه، اللهم خلص أخانا محمد من هذه الورطة ومن هذه الأزمة. اللهم اجمع شمله، اللهم اجمع شمله يا رحمن. قلوا معي جميعا آمين. ربي يحفظكم ويرعاكم. اللهم يا رب العالمين الزوجة الله يهديها، الله يرد بها ردا جميلة. اللهم آمين. ولا عائلة ديال الزوجة يا كريم، اللهم اقض في قلوبهم الرحمة والمودة والحنان. والأولاد يا ذا الجلال والإكرام اجعلهم صالحين واجعلهم طيبين مطواعين، واجمع شمل هذه الأسرة حتى لا تضيع. خويا محمد صبرت، يزيد في الصبر ديالك أكثر من ذكر الله، وإياك ثم إياك من وساوس الشيطان. إياك أن تتفكر في الانتحار فإنه لن يحل المشكلة، راه العاقبة ديالو وخيمة، راه في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. الله يحفظك من نار جهنم أخويا محمد. اللهم آمين. اللهم آمين رب العالمين. اللهم آمين. دكتور دابا دائما أنا ودائما هذيك المرة حتى هي راني عييت فيها، قلت لها نجيب لك الراقي ورقي نفسك ورقي ولادك وغادي تغيري وغادي تبدلي، والمرة كتقول لي كرهتك وكانت كتدابز معايا أثناء الفراش وعامين وحنا متفارقين، هي في بيت وانا في بيت، وفي الاخر هزت ولادها ومشات وكتكذب عليا في المحاكم وكتكذب عليا عند عائلتها وكرهت فيا وعائلتي وعائلتها. ولا اله الا الله محمد رسول الله. واش هي عندها شي اعصاب؟ هكا اللوم دوك اللي داروا لنا الافعال الشيطانيه، دوك اللي داروا لنا، انا كاع ما كنلومها وكانت قطاع في بلاصتها. مني كنشوفها راه كانت تقطع، وما مني كنشوف ولادي كانت تقطع جوج المرات، ولادي كاع كارهيني ما كيديوهاش فيا. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله خويا محمد، اسال الله تعالى ان يفرج عنكم. لا اله الا الله. اللهم لا اله الا الله. ان شاء الله تعالى في ختام الحلقه نديروا دعاء جماعي، ولعل ربي عز وجل هو اعلم ما في القلوب واعلم ما في الاسرار، ولكن نحن نحسن الظن بالله تعالى، ندعوه الرحيم الودود الكريم ان يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين ويرفع الظلم عن المظلومين ويقضي الدين عن المديونين. برحمتك يا ارحم الذنبين وعلى الخاطئين وكل المفسدين، مع ذلك يجود عليهم لأنه هو الجواد. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بجوده وكرمه وعفوه وغفرانه وستره، ولا يعاملنا بعدله، فإن عاملنا بعدله نهلك. اللهم يا رب العالمين فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وانصر عبادك المؤمنين. اجمع شملهم يا كريم، ألف بين قلوبهم يا رحيم، أصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام. نعود إليكم مستمعي الأفاضل مرة ثانية، ونذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد المشاركة. أرقامنا 05-22-43-0009 أو 05-22-46-72-50 أو 51-52.
معنا مكالمة من الدار البيضاء مع لالة نعيمة. بخلك. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليك؟ أهلا لالة نعيمة، مرحبا بك. لاباس عليك؟ حياك الله لالة نعيمة. والله إلا كنت وحش باش نسمعك. أعزك الله لالة. الحمد لله، ربي يشرفني باش نعاود نكلمك ثاني، الحمد لله. مرحبا لالة نعيمة، حنا الشرف لنا. المرأة المحسنة، المرأة اللي كتساعد الفقراء، المرأة اللي كتساعد الضعفاء، هنيئا لك، هنيئا لك لالة نعيمة. أرا مريم أختي هي اللي عيطت لك ذاك النهار ماشي أنا. أيها المهم كانت مضيومة وما عرفتش كيفاش تكلمك، وكترجم الله باش ربي عطاها التريكة، وأنا درت الأمل ديالي فيك وقلت لها أنت عيط عليك كلمي يا معك الله باش ربي يكمل يحقق لها الأمنية ديالها إذا بغى الله. اللهم آمين يا ربي، الله يكرمها، الله يفرحها بالدرية الطيبة. الله يرزقها كما رزق إبراهيم على كبر، وكما رزق زكريا على شيخوخة. اللهم ارزقها ذرية طيبة ذكورا وإناثا ممن توحدك وتقيم دينك وتكون على منهجك يا رب العالمين. الله يفرحها يا رحمن يا رحيم. قلوا معي جميعا آمين أيها المحسنون والمحسنات. لالة نعيمة انت تبارك الله كدير الخير. دابا وعاودك عيطت لك دابا باش نقول خاصة على الصديق ديالنا صابر. أيه. الله يجعل ربي يفك الوحيد ديال المرأة ديالو على خير ويفرحوا إن شاء الله يا ربي الكريم. وبغيت الناس كاملين يطلبوا معنا، الله يجعل ربي يفرحوا. راه مسكين جالس معينا الآن، ومرة مرة كيتكلم في التليفون مع المدام ديالو. راه هي في المستشفى. كنا دايرين البال ديالنا مع الله يجعل كتشعر بالوجع، وكل مرة كيتصل بالراديو، ومرة كيتصل بالتليفون ديال المستشفى وجالس معنا على جمر. من الناس المستمعين يطلبوا معاه الله يفرحوا سوارة طيب و إيه يا رب يا كريم. الله يجعل ربي يفرحه وتوا حنين وطيب و يا الله يعطي شي تريكه ديال الخير ان شاء الله ويفكها ان شاء الله بخير ان شاء الله يا رب يا رحمن يا رحيم. اسال الله تعالى ان يوفق الزوجه ديالك في البلاد. راه وقتي الا خرجت انا اللي غندير لك رفيسه وغنجيبها لكم حتى للاستوديو. ايه وعدتو. لا ان شاء الله. هذا الرزق ديال الوليد. انا وعدتو شهر دابا هادي وعدتو، نتمنى الله يكمل لي الوعد ديالي. اييه ويفك ان شاء الله بخير، ونتمنى الناس كاملين يدعوا معنا نورا طيب. الله يحفظك. انا اتصلت بيا المدام ديالو قالت لي حلمت بانها ولدت توام. قلت لها لا راه معناها ان شاء الله غادي يكون ذاك المولود باذن الله تعالى مبارك ومرضي ومهدي ومرزاق مرزاق. هيا قبل ما يبان ها الرفيسه بدات تبان. تبارك الله استعان بي. وما تنساش ديالك محبوب مع الناس، كاين الناس اللي ما كانوش كيعرفوا هذه الاذاعه وبيك انت، ولو الناس كيعرفوها منهم انا. اعزك الله لنعيمة. وما كيتشلش لي الراديو في الدار، وكان نخرج السياره باش نسمعك. لا اله الا الله، الله يحفظك. لا الله يكبر بك. والله يخليك لينا انت والله يحفظك. أعزك الله لله. وشكرا الله. شكرا الله لله. حفظك الله لنعيمة. حفظك الله. شكرا. أكرمك الله لله. أكرمك الله لالة نعيمة. هي من المحسنات اللي كيعاونوا المرضى والمحتاجين. الله يزيدها في المدد ويعطيها ما كتمنى وزيادة. وحنا تحية كنوجهها لجميع الكرماء اللي كيكرموا الإخوانهم المرضى المحتاجين. فكنتمنى ويبقى التضامن فيما بيننا والتكافل والعطاء اللي كيعطي ربي كيفتح لي أبواب الرزق الأوفر والأعطاء والأكرم. سمعنا حالات اللي هما يا مرض وكيفكروا في الانتحار، والسبب هو الفقر. ربما معظم المشاكل اللي كاينه بين أفراد الأسرة غادي يلقاو هي الفقر. سي محمد من قرسيف، علاش مراته تخلت عليه؟ علاش هي غضبانة؟ علاش خوال ولاده خدوا موقف مضاد منه؟ أكيد الفقر كيلعب دور مهم لأنه حمال، وربما المرأة كتعيش في واحد المستوى اجتماعي رفيع ما قدرش يوفر لها كل ما كتمنى. وربما الفقر كيتولد عليه ضغوطات وسلوكات نفسية، واحد النهار كتفجر الوضع ما كيبقاش عارف الإنسان شنو الأسباب. ولك أسباب هو الفقر. الأخت رشيدة اللي رجلها ربع عليها ليبيا وخلها مع الجوليدات وكتفكر في الانتحار كل مرة، أكيد أن الفقر هو السبب وراء كل ذلك. وهكذا بقية الحالات اللي شفناها. فاطمة من ورزتات اللي هي مطلقة وعند ثلاث أولاد وتفكر انتحر تبيع نفسها من شدة الفقر اللي عندها. ربي يحفظهم ويرعاهم أجمعين. غناخدوا مكالمة أخرى من زقورة مع الأخت رجاء. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور طيب حياكم الله لالا. كنشكرك على البرنامج اخويا شحال هادي وانا كنصوني ما كتسدش ليا، راه جات لشي 255 محاولة وانا واعر. الله الله يعطيك 255 حسنة في ميزان الحسنات. ربي يخليك يا رب. نعتذر لان هناك الارقام عندنا تقريبا 4 ديال الارقام وكيجينا المكالمات من مختلف انحاء المغرب والاخوان اللي كيسيروا المكالمات كياخذوا من كل مدينه مكالمه، ها هو فاس، ها هي قلعه صراغنا، ها زاكوره، وغادي هكذا. نعتذر اخويا، متبين لك بزاف ولا البرنامج، كنشكرك كتفاجي علينا، الله يفاجي في الدنيا وفي الاخره. الله يحفظك. والاخ صابر دعيت معاه، الله اللي كيعلمني اي وحده اتصلت راه حنا كنهزو يدينا كنقولوا يا ربي تشق ديك السيده على خير. الله اللي كيعلم اخويا، الله حافظك. الله لا رجاء خويا، انا بغيت نقول لك واحد المشكل عندي تارتني بزاف في الحياه الزوجيه ديالي. ايه لالا، راه الانسان اللي كيستجب الله الدعاء ديما فيما طلبت الله سبحانه وتعالى كيسر ليا وكيستجب لي الدعاء. الحمد لله الحمد لله على كل حال. واحد النهار تنقول لك انا كنت كاريه. نعم كنا كاريين وسميتو انا مرت كنهضر معاك دكتور كنهضر معاك وانا مرتبكه بزاف. الله يحفظك للرجاء. الحمد لله حنا كنا خوت كاسره واحده نتناصح فيما بيننا. الحمد لله. كيكون كنت سميتو كنت كاريه وكنقول وانا واحد النهار ويا الزوج ديالي وبدات كنهضر معاه كنقول ليه خصنا نديرو شي دويره حتى حنا وهذا وكذا. نعم. وما زال ما استطعتنا باش نديروها من سميتو من الجيب ديالنا، قلنا الله ما نديروها بالكريدي وهذا. نعم كعارف. نعم كرنا بالكريدي، خلينا داك العالم ديال الكريدي. ايه هذا هو المشكل اللي كيديرني بزاف، والحمد لله عطاني ربي واحد الزوج اللي هو صراحة هو في الاول ما كانش باغي الصراحة، انا اللي بقيت معاه كيبغيش يخسر ليا الخاطر الصراحه، كيشوفني تنقول لي حنا سالي حنا في الديور انت راه وهادي وكدا راك عارف متطلبات حياه كثيره في هذا الوقت هذا، ودرنا واحد ودرنا وليدات وهذا كيبقاو فينا وتعاطى دكتور بزاف. لالا رجاء شحال كنتو كاريين؟ كنا كاريين ب 18. 18 وملي خذتو الكريدي باش تاخذوا لابارتمون شحال طلبوا لكم السومه؟ عندنا دار دكتور دار تبارك الله. وشحال قال لكم السومه الشهريه؟ 42 ألف ريال دابا في الشهر كيقطعوا لينا، المهم النص ديال لاسونس ديالنا ما شاء الله. يعني ما عرفت كاينه في مدينة زاكورة. في زاكورة. واش حسيتي بأن هذه الفترة فاش خديتي الكريدي تغيرت الحياة ديالكم ولات المشاكل والأمراض؟ دكتور لا بزاف دكتور الأمراض كاينين، البنت عندي ديما مريضة الصراحة، والصراحة أنا الحمد لله نديك الإنسان قلت لك الله سبحانه وتعالى أي حاجة طلبتها لي كيستجبها ليا، واستجب لي هذه القضية هذه صرات لي استخارة صليت قلت يا ربي اللي إلا فيها الخير هذه القضية هذه سرها ليا، والحمد لله ما عرفتش ربي يسر لي هذه القضية. ولكن دكتور واحد النهار الزوج ديالي دخل واحد المسجد وكانت موعظة ويتحمل واحد الإمام مسؤولية، قال لهم كل اللي ما عندوش باش يعني ياخذ الدار وهذا راك عارف متطلبات حياة صعاب. نعم يعني مرتاب بزاف دكتور كنهضر معاك. هي اش قال لي الامام في المسجد؟ قال لي كنتحمل مسؤوليتي على هذا الشيء هذا. نعم قال لي كنتحمل مسؤوليتي على هذا اللي سميتهم، انا غندوز لك الزوج ديالي نكمل معاك دكتور راني مرتاب بزاف. لا اله الا الله رجاء. الله يحفظكم لالا رجاء. وخا لالا مرحبا. الله يجزيك بخير. وخا لالا مرحبا. مرحبا لالا رجاء. الو السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام استاذ. حياك الله اخي الكريم. شكرك سيدي بارك الله فيك. اعزك الله. مرحبا خويا. الله يعزك سيدي وتهلا في هذه الزوجه، راه زوجه طيبه وفاضله تهلا فيها. الله يحفظك يا دكتور بارك الله فيك. كنشكرك كي داير مع صحيحه؟ ولله الحمد خويا. الله يحفظكم يا مولاي. اسمك الله اسمك الله. معك سيدي محمد. سي محمد تبارك الله اعز الاسامي. الحمد لله. الله يحفظك السي الطيب كريمة. قلت لك سيدي الله يجازيك بخير، بدات لك هي المقدمة. نعم حنا بغيناك تعاود لينا ملي دخلتي للجامع ولقيتي الفقيه ديال الإمام ديال المسجد كيقول لك الكلام. هي سيدي دخلت أنا في رمضان اللي داز لقيته كيهضر عن كاينة موعظة كتهضر على الربا، تفاجأت أنا قلت صافي أنا دخلت في هذه القوقعة يعني راه مشكل. نعم. هي هذيك كيقول لنا باللي راه الناس اللي ما عندهمش مثلا منين يسلفوهم الناس باش ياخذوا أو لا ما عندوش القدرة باش يوصل، يعني الحل ديالو هو انه
وبالك هو هذا الشيء هذا كيتحملوا ترى المسؤوليه ديال غدا قدام الله. هو كيتحملوا الامام اللي قال هذا الكلام. الامام اللي كيتحمل المسؤوليه ديال الشيء قدام الله، قال لك انا سمعت فتاوى علماء ديال الخليج او لا، ما هذا يعني انا ما بالضبط انا واخا ما كنتش مقتنع بصراحه وما عمرني اقتنعت. راه عاود لك مادام شنو كاين. نعم. يعني داك الشيء كان كما قلتي انا درتو وما مرتاحش حد ساعة الحمد لله يقول شي عام هذه بزاف القضية، ولكن حسيت بشوية ديال الهم والحزن كي هذا وشوية المرضى وكاين ابتلاءات. وهذيك الدار، هذيك الدار اللي دخلتوا لي هذيك العتبة، حسيتوا بها مباركة مسعودة ولا حسيتوا بها فين مشاكل؟ واش نقول لك دكتور، لحد الساعة ما طرحتش لنا شي أمور، يعني راه كاين واحد شوية ديال المشاكل، يعني مادام أنا كنت خشيت في المفكر بيني وبين المدام، كاين مرضى، كاين ابتلاءات، الفلوس ما بقاش كتجمع لنا، يعني لقيت شي حوايج اللي ما كنتش كنقدر نعيشهم في الحياة، قلت ربما ابتلاءات، ربما الله سبحانه وتعالى دي موعظة باش أنا نرجع، ودابا كنقلب كنقول شنو هو الحل اللي غادي ندير، التوبة، واش التوبة أني نقلع الذنب ونرجع على الزيرو، أو نتوب الله سبحانه وتعالى، ومن تاب فمن تاب وآمن فإن الله غفور رحيم. واش وانت سي محمد عندك القدره انك لا تبتي ورجعتي ترجع للكرام مره ثانيه؟ نرجع انا مع الحاجه اللي يسر الله سبحانه وتعالى، انا مادام اني هضرت معك الا باغي نقلع على الذنب هذا. نعم. ونرجع لله سبحانه وتعالى، ماشي مشكل. نعم اخويا محمد، هذا مشكل ماشي ديالك بوحدك سي محمد، مشكل ديال عدد كبير ديال المواطنين والمواطنات. لان فعلا ربما الفقيه اللي سمعتي في المنبر وقال ذاك الكلام بشجاعه وقال انا كنتحمل المسؤوليه غدا يوم القيامه، اكيد انه دار شي دراسه مفصله. هناك فعلا فتاوى تاتي من بلاد الخليج فيها علماء اجلاء وفطاحل ويشهد لهم بالعلم والايمان والتربيه والخلق، وطبعا عندهم فتاوى صارمه، يعني ان من قربش للفائده البنكيه لان هي الربا المحرم، قالوا مجرد توقيع على الورقه دخلتي في الغضب الالهي. لكن هؤلاء العلماء كيقولوا الوضع الاقتصادي ديالهم في البلاد ديالهم وضع مريح، المواطن الخليجي له القدره انه يقتني سكن بكل بساطه. سير الخليج انت كمسلم مغربي قد يقول لك لا انت ماشي مواطن خليجي، لكن ولد البلاد عنده الحق يمشي لصندوق بيت المال او يمشي للخزينه ديال الدوله يقدم طلب للحصول على بقعه ارضيه، ويقدم طلب على الحصول على كريدي على دين بغير فوائد لبناء شقه من حقه. الدوله عندها الحمد لله الخير، البترول موجود، الارض كثيره، لكن الاوضاع ديال بعض الدول الفقيره بحال مصر مثلا، بحال المغرب، بحال تونس، كنلقاو بلاد اللي هي ما عندهاش موارد ماليه وعندها اكتضاد في الساكنه ديالها، والارض ما كيناش، الارض كتسوى بارقام خياليه. مازالتم في زاكورا ربما عندكم الاوضاع باقا فيها الخير والبركه. الدار البيضاء اجي تشوف راه كاين في بعض الاماكن المتر بخمسة المليون، متر واحد بخمسة المليون، كيقول لك اخ بلوس سات. ففي هذه الحاله هذه العلماء بعض العلماء كيقارنوا بين الوضع اللي كاين في الخليج مريح والوضع اللي هنا في البلاد الفقيره او البلاد اللي ما عندهاش موارد. ماذا يصنع المواطن العادي؟ بغى غير السكن. خلاصة الكلام العلماء أنا حسب ما أقتنع به، لأن الفتوى الشرعية هي تؤخذ أولا من القرآن العظيم. ما هي الفتوى الشرعية؟ ماشي هي النص القرآني، هناك نص قرآني ونص حديثي، أما الفتوى الشرعية تؤخذ هي عبارة عن تركيبة ما بين القرآن العظيم والسنة النبوية والواقع الاقتصادي والاجتماعي اللي كاين يعيشوا المواطنين، ثم الحالة ديال داك المكلف. كل هذه معتبرة، كاين الخطاب وما الخطاب والمخاطب، كاين فقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه الوقائع، كاين بعض العلماء كيناقشوا هذه القضايا كلها. خلاصة الكلام هما أن العلماء الرأي اللي كيبان معقول وكيبان واقعي هو أن الإنسان ما يقرب الربا، ما يقرب لي أن الله عز وجل حرمه تحريما كاملا إلا في حالة استثنائية اضطرارية. مشكل سكن بعض العلماء قالوا توا سكن توا اضطراري، طبعا قلك واش نملك ولا نكري، هو إلا كريتي وطولتي واحد المدة لقد ضل الإنسان مرض ولادو غيمشيو للشارع،
مشيو غير المحكمة غادي يلقاو المصلحة ديال الغرفة ديال الإفراغات القضائية ما أكثرها. حنا في هذه الإذاعة كل نهار كيجيو عندنا 3-4 ديال العائلات عندهم حكم إفراغ طالبين المساعدة ما كنلقاو ما نديرو ليهم. كنحاولوا نعاونوا واحد جوج ولكن الكثرة كثيرة ما نقدروا عليها. حالة الإفراغ خطيرة. إلى العلماء قالوا بأن الإنسان هو في حالة اضطرار أو حكم المضطر. راه ممكن نكري ونعيش في وضعية مريحة، أنا لست مضطر لكنني في حكم المضطر، قد تقع وقائع الأولاد يضيعوا. فإلا كنت غناخذ محل سكن اللي هو غادي يكون يحميني أنا والأسرة ديالي، ماشي البذخ والترف والتراء، وإنما غير سكن ربما أنتم في زكورة ما كاينش سكن اقتصادي، غيكون ربما سكن عادي. والزوجة ربما قد استخرت الله تعالى، هي لم تريد أن تغضب الله، حاشا وكلا. سي محمد ربما اللي باغي نعرف دابا يعني يقنع على هذا الشيء، يعني حرام اللي بتعرف يعني حرام هذا الشيء، باغي نعرف واش حرام ام مكتبه. الله يجزيك بخير، هذو هما التوضيحات اللي التوضيحات. هو ان خويا دابا الان وقع ما وقع، كمل 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 الدار ديالك، خلص الاقساط اللي عليك ولا تعود ولا تعود، لاننا رجعتي الى الوراء وترجع للكرة وترجع للازمه من جديد، فانت في حكم المضطر. كاين استاذ الله يجزيك بخير، واحد المده تقريبا راه واحد 25 عام، راه عندي تريطات 25 عام ماشي غير 5 سنين ولا 6 سنين، هذا يعني هذا الشيء غيبقى ديما عندي ويبقى كيأنبني ونبقى انا كنعيش هكا. يعني بغيت واش هذا المثال ماشي مشكل، يعني ان عبرت بالدم وبغيت نقلع عليه، يعني نتوب الله توبه نصوحه، ولكن يبقى هذا الشيء يعني المشكل ما نتحاسبش عليه. هو العلم عند الله تعالى، ربي عز وجل يقول له من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دابا الان وقع ما وقع، اي تراجع الى الوراء غادي ربما خسارات جديده، ونرجع للكره وغيعاود ابليس يقول لك هانت ضيعتي فرصه امامك. دابا قضي ما قضي، انت لم تفعل هذا الامر من اجل التراء والبذخ، انت بغيتي غير تستر، لان السكن قمر الحياه. لو لقيتي بنك اسلامي موجود وخليتيه ومشيتي لواحد اخر غنقول بانك ظلمتي نفسك. لو لقيتي محسنين عندهم اموال او لعائله كريمه وعطاتك قروض بدون فوائد غنقول نعم ظلمت نفسك، ولكن الابواب مغلقه من جميع الجوانب، فلا حول ولا قوه الا بالله. وكنقول الساده المستمعين بان اي واحد كيدخل لهذا الميدان لابد غادي يبقى راسو كيضرو دائما، غادي يبقى يشعر بانه في حرام او في معصيه الرحمن. طبعا هذا الموضوع عبر التاريخ، يعني لو بغينا نقراو الفتوى الشرعيه غنرجعوا الفتاوى منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى زمننا هذا، غادي نلقاو بان الفتوى فيها اختلاف ما بين العلماء بحسب تقدير الاضرار والمفاسد والمصالح. كل كي ياخذ الحكم الشرعي كما هو ظاهريا كيقول لك انتهى، قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى. فريق اخر من العلماء كانوا كيقولوا لا، ماذا يريد الله عز وجل ان يفعل؟ لماذا حرم؟ فيطرح التعليل ويطرح استنطاق النص. فكنلقاو الصحابة رضي الله عنهم مختلفين في هذه القضايا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي جليل كان ظاهريا، وعبد الله بن مسعود صحابي جليل كان مقاصديا. اللي بغي يفهم الفتوى يقرأ غير مقارنة بين صحابيين جليلين، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس فقيه التعليل والمقاصد، وعبد الله بن عمر فقيه الظاهر. غادي يلقاو اختلاف بين في أشياء قطعية. لماذا؟ لأن الأول كيف يسمع النص كيطبقه، الثاني كيقول لك ماذا يريد الله تعالى من المكلفين، ما هو الواقع، ما هي أسباب وتطلعات الواقع. رضي الله عنه وبين عمر بن الخطاب في نفس القضايا اختلاف بين. بل سيدنا عمر نفسه مرة عنده فتوى في شكل ومرة كتغير بحسب تقدير المصالح والمفاسد. لما كان عادي كيقول لهم الربا حرام انتهى الأمر، لما أصبح أميرا للمؤمنين وأصبح يدير دواليب الدولة وأصبحت عنده بيت المال المسلمين ووزارة اقتصاد ومالية وجاءت الفتوحات والأموال تكدست وعليه أن يصرفها، طرح عليه مشكل الربا. فقال يروى أنه صحت عنه كلمة يقول عنها وددت
لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى يبين لنا ما معنى الربا، فقد تركنا 19 مصالحنا مخافة الوقوع في الربا، بمعنى أنه يتضار مع المصلحة، المصلحة والنص. هذا إشكال معروف فقهي يقرأه العلماء الأجلاء، وطبعا يبقى دائما الصراع قائم. أي واحد غيشعل قناة فضائية غيلقى عالم خليجي غادي يقول حرام، هو يخاطب المجتمع الخليجي. غادي يلقى عالم آخر غادي يقول حلال في الجزائر أو في تونس أو في مصر أو في المغرب، وهكذا غيبقى الصراع قائم. فأحسن طريقة للخروج من هذا الاصطدام النفسي هي أن الإنسان إذا كان مضطر وكيشعر بالاضطرار حقيقة وأنه ما لقدتش باب مفتوح إلا هذا الباب، قبل ما يقدم عليه أنه لابد يتوضأ ويستخير الرحمن، يستخير الرحمن استخارة قوية، ويقول يا ربي أنا استخرت واستشرت العلماء ولكن أنت صاحب الشأن، ونطلب الله تعالى بيقين، ومن بعد غادي نلقى ربي عز وجل يعطيني الجواب. أذكر واحد سيد عنده نفس الوضعية، دار نفس العمل أنه بقى يقلب ويسول ويبحث وضر راسه، فاستخار الله تعالى. ففي الليل كيقول لي شفت رؤية منامية، وهو يحلف بأنه صادق، كيقول أنه رأى في المنام الآية ديال الربا تكتب هكذا على بنور على أبواب السماء، قول الله عز وجل وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الآية كلها كيسمعها هو لم يحفظها، قرأها كاملة، أصابه الفزع، وفي لحظة لما كتبت هذه الكلمات دور وجهه ويلقى كمن يخاطبه كيقول لي وأنت لست منهم، وأنت لست منهم، يعني أنك أنت ما استعملتش الربا باش تاكل أموال الناس بالباطل، باش تستغل الفقراء والمحتاجين، باش تقوم بالنصب والاحتيال على المؤسسات النقدية، أبدا أنت لست منهم، أنت بغيت غير تقلب على قبر الحياة. فاطمأن قلبه والعلم عند الله تعالى. وغناخدو مكالمة تانية، نتقل من زاكورة إلى سيدي قاسم مع السي عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ طيب كريبان، كيف الحال أستاذ الفاضل؟ حياك الله مولاي. نحبك في الله حبا شديدا. أعزك الله خويا. أستاذ الفاضل، لدي بعض الأسئلة، يعني أسئلة يعني ربما تتعلق بأنني كنت أشتغل في هذه الشركة الكابلاج. إيه. والشركة كنت خدام فيها، يعني صار أنك المسجد كاينة وأنك ما تصليش، ممنوع عليك تصلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا خير في عمل ينهيك عن الصلاة. فعلاً. ويعني المشكلة اللي كاينة أستاذ أن مثلاً لبشيدي تصلي واحد دراي، كنا واحد اليوم كنا في فورماسيون دخلنا في الأولى، شي دراي مشاو صلاو الجمعة، مقام الجمعة في هذاك الشركة اللي فيها حنا. إيه. وداك الدراي ملي جا وداك السيد اللي كان يدير لنا فورماسيون دار فيهم، قال لهم فريتو أبو حذيفة حنا كفار تتيو تصلي وكذا، يعني الدراي ولا تيطلبوا أنهم تيعتادوا مداك السيد الأستاذ اللي تيعطي فورماسيون. ما شاء الله. يعني ما عرفتش حنا واش بدولة ضد هاد الشيء، واش لي أكبر تليه 3 درجة، واش ما عرفت فعلا. السعب فتح تقام الصلاة. نعم. ما تصلي في المسجد. نعم. انتو ما السعب فتح واش قصدتو؟ نعم. قصدتو بطريقة لابقة الإدارة ديال الشركة، وشي واحد مثلا غيدق بكل شجاعة، يعني لو لو قدر لي أنني كنت كنشتغل في شركة معينة غادي نمشيكو بكل شجاعة وندق على السيد المدير، السلام عليكم، بكل احتراماتي سيدي، احنا مجموعة ديال الموظفين وبغينا نصليو الصلاة في المسجد، وغتلقى بأن الله عز وجل غادي يعطيك واحد الهبة والقدرة، وغادي تلقى داك الرئيس أو مدير الشركة غتلقى بأنه يلين، وإن شاء الله غادي تلقى الحل. ولكن أستاذ واحد الإشكال أمامي هذيك الشركة، يعني نظرة الضغوطات والكلام، يعني النابي بهذ المصطلحات والكرم ديال الإنسان في هذه الشركة ديال الكابلاج، يعني بخصوص الكابلاج، يعني ما كاينش واحد تتحكش بتحس بالكرم ديالك كإنسان، كأنك يعني كتخدم في واحد الراحة ديالك، يعني كاينة الاستيلاب بهذا المعنى. ما شاء الله. كيف الإنسان كإنسان؟ وهذا السيد اللي كيقدم لكم لا فورماسيون الكونتيني في هذا لا سوسيتي، واش هو جاتو القراية غير في وقت الصلاة بالضبط؟
كانوا خرجنا في واحد البوز والدراري استغلوا ديك الفرصه قال لنا نمشيو نصليو يعني جمعه وهذه جمعه. واش هل يعلم باننا نحن في بلد امير المؤمنين وان دستورنا المغربي ينص على اسلاميه الدوله وانه الان راهو يخالف بنود العمل وميثاق العمل وميثاق العمال والمشغلين راهو الان في مخالفه لا يحق لاي كان الدوله شي الدوله في المصالح الدوله عقدت حق ساعه لرب يوم الجمعه لكل موظف يغادر الموقع ديالو ويمشي يصلي وفي الايام العاديه له الحق في 10 دقائق الى ربع ساعه يصلي لا احد يمنعه من ذلك. استاذ واحد صحيح استاذ ولكن واحد النهار كنت انا مريض راسي ضرني كنت خدام وواحد الشيف ديالنا اللي مسؤول على الفريق قال لي علاش جاي انت كون متي يا صاحبي قال لي جاي انت علاش جاي لا حول ولا قوه الا يعني بالله يعني ما عرفتش انا كيفاش هاد الخدمه يعني لا انا موجز يعني حاصل اجازه خدمت يعني في هاد الشركات يدخلوا صحاب كاتر ياماني صحاب سانك ياماني صحاب يعني ما كاينش واحد يعني الانسان الموجز تمتلك انت كلشي كيف عندنا حنا ما تنعرفوش بنادم هذا موجز ما شاء الله هذا تقرا في الجامعه ولا تقرا في كذا نو تيقول لك حنا تنامنوا بانسان خدم انت مثلا انا في البوست اللي كنت فيه تيقول لك خرج لي 314 الكابلي مثلا 8 سوايع ما شاء الله بلاش داك تخلص يعني بزز منك تخرجها ما شاء الله انت تقول لك حل الاله يعني انتج ليا ولا سير بحالك لا حول ولا قوه الا بالله ما بغيتيش تخدم تقول لك كاين 10000 واقف تتسنى كاين 100000 واحد تتسنى ما شاء الله ما عرفتش والماكله كذلك البوز تلقى شي ماكله يعني لا يعني ما ماشي ديال الكرم ديال الانسان شي ماكله يعني اللي كليتيها في البلاصه تطيح تما كاين في البلاصه تطيح الانسان اللي عنده شي مناعه ضعيفه في البلاصه كيطيح تما مع انك كيبذل مجهود عضلي خصو ياكل مزيان مجهود يعني عضلي وتتحاسب معاك على الثانيه اللي تعطلت فيها وهما لا خدمتي معاهم مزيان كنتي يا كنتي تحت الصباط راك مزيان ما كنتيش انسان عندك واحد يعني الرد ما كتقبلش هذاك يعني ديك الالفاظ النابيه البنات تبقى يبكيو تيدوروا فيهم تبقى يبكيو يعني شي عالم يعني لا حول ولا قوه الا بالله ربنا تحمي ما تقاتنا به. ما شاء الله سي عبد الفتاح واش الاداره ديال هذه الشركه مره ما كديرش طابلغوند شي واحد الدوره ديال الاجتماع ما بين الموظفين والمشغلين يتناقشوا فيما بينهم شي مره مثلا تقول لهم المشاكل ديالكم او الهموم ديالكم باش عرف المدير ديال كل مر العامل اشتغل هو مرتاح غادي يعطيه اكثر اما الا اشتغل هو مكهرب ما غيعطي والو. كاين واحد تسمى ديليغي كيكون العمر كيكون ديليغي تكون مع الاداره يعني واخا تيقول المشاكل تبقى بينه وبين الاداره ما تيوصلش شي حاجه اظن الصحابه ما كاينش في الكابلاز الصيفانيه يعني ما كاينش حاليا النقابات اللي كدافع على العمال كاين الديليغي تيكون مع الاداره خاضع الاداره يعني ماشي مع العمال واخا هو مع العمال ولكن مع الاداره ما شاء الله الاداره اللي مدايرها يعني هذا هو الاشكال اللي مطرح والنقابه ديال انا استقلت من هذه الشركه بحكم ان الاستغلاليه وان الانسان الكرامه ديالو ما تيلقاهاش ما شاء الله من الوحده ديال النهار استاذ من الوحده نعم تدخل حتى 11 ديال الليل كادير تاكل كادير طيب عشاء كادير نتا كاري انت ماشي ولد المنطقه ما شاء الله كادير تصلي كتجمع لك المغرب وكتجمع لك العصر وكتجمع لك العشاء ما شاء الله ربي كبير سبحانه وتعالى الى غلق باب يفتح عشرات الابواب الى تغلق شي باب انطق باب الرجاء ربي يفتح لي ابواب تيسير لا اله الا الله فهذا واقع مرير هذه صرخه مواطن مغربي شاب اللي بعد الحصول على الاجازه المفروض انه يشعر بالكرامه ويشعر بالحرية دابا داك إلا تزوج كيف غيسكن غنتناقشوا مع الربا على الفائدة ما غيقبلوش أصلا لأن حتى البنكة اللي بغات تقبل كتقول لك غتجيب لي نيميرو دو سوم ديالك شحال كتدخل على الأقل واحد 4000 كيبقى الإنسان بدون أي مدخول بدون أي كرامة وهذه ربما نداء للمقاولات وللشركات أنها تراعي الجانب الإنساني داخل التسيير والتدبير العامل أو المشغل أو الموظف لابد أن يشعر أولا بعنصر الكرامة الله تعالى من اللي خلقنا قال لنا ولقد كرمنا بني آدم يشعر بالكرامة أولا ثم بعد ذلك من مستلزمات هذه الكرامة يأخذ الوقت دياله ديال الطعام وديال الشرب وديال الصلاة هذه ضروريات الأشياء لأن الصلاة غداء للروح والطعام غداء للجسد وكل ما كان مشغل أو العامل مرتاح غادي يعطي أكثر وخصوصا الشعور بالانتماء للمؤسسة بعض المقاولات كيراعيوا هذا الجانب
ولهم تحية عظمى أنه كيحرص أن العامل ديالو يشعر بالانتماء، يقول لي هذه راه ديالكم، هذه داركم، وهذه مركب حنا كنا فيها، إلى دازت نجينا كاملين، إلى غرقت غرقنا كاملين. فكيشعر ذاك المشغل أو ذاك الموظف أو العامل والروح ديالها، وكيجاهد باش تنجح باش تكون في القمة، وبالتالي المدير ديال المؤسسة كيكرمهم بحسب الجهد ديالهم ويعطيهم أجورهم في وقتهم. أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، ولا إله إلا الله. كنتمنى أن هذه الصرخة ديال عبد الفتاح أنها توصل إلى بعض الأخيار الأبرار ليركزوا في المقاولات ديالنا والشركات على القيم الإنسانية وعلى الكرامة الإنسانية، خصوصا أوقات الراحة، أوقات الصلاة، وأوقات الطعام اللي هي من الضروريات. غنتحولوا من سيدي قاسم وغنمشيو لإقليم آخر إلى تنغير مع سي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيدرس الدكتور لاباس؟ حياك الله مولاي سعيد. الله يحفظك، مشكورك بزاف على البرنامج ديالك بزاف. مرحبا خويا، مرحبا. شكرا، الله يجازيك بخير. عندي واحد المشكل، الله يجازيك بخير. هي نعم سيدي. دات عندي المية بحال قلتي نهار الجمعة، أنا شبعتيها نهار الخميس. أيه مزيان، تبارك الله، هنيئا لك، الله يبارك. الله يبارك، شكرا الله يرحمه. وقال لي واحد السيدة تخلاتها نهار الجمعة، يعني تتكمل سيمانة. لا، كان دايما كنقصوا نهار. إلا جات نهار الجمعة نديروا لها السبوع يوم الخميس، جات نهار الخميس نديروا السبوع الأربعاء، جات مع الأذان العصر. إذا دائما غدير الأسبوع ناقص نهار، يعني الصواب هو درتي لها السبوع نهار الخميس، جات نهار الجمعة درتي السبوع نهار الخميس، هذا هو الصواب. الله يجزيك بخير، بغيت كدير معايا حتى أنا موجز وعندي المشاكل، ما بغيت تسخر لي حتى شي حاجة. لا إله إلا الله. الله يجزيك بخير، الله يرحم والديك. عندك أستاذ الكريم سي سعيد الإجازة في أي شعبة؟ بيولوجي. بيولوجي جيولوجي، وتبارك الله، درا طبقات الأرض والحياة، علم الحياة وعلم، هذا علم مطلوب في البلاد، ولكن للأسف شديد نأسف كنلقاو الخريجين في دومين آخر. نعم، كنت كندير واحد الحرفة أخرى، كندير شي لبنيات الساعة. للأسف الشديد كنلقاو مجموعة ديال الخريجين كيقرا فورماسيون في واحد الاتجاه معين، وملي كيقلب عطرة الخبز كيرضى يمشي في اتجاه اخر، وكيضيع ديك الطاقه ديال التدريس سنوات وهو كيقرا. للاسف الشديد، نسال الله تعالى سي سعيد ان ربي عز وجل يفتح لك ابواب التيسير وابواب الفرج يا ربي، يا شكرا، وتكون هذه البنيه اللي تزادت يكون فألها فأل خير عليك وعلى الزوجه والعائله يا ربي يا كريم. الله يفتح لكم ابواب التيسير وابواب الفرج، اللهم يا ربي يا كريم، يغنيكم بفضله عمن سواه يا ربي. امين. والله يعطيك شي عمل يكون مستقر ومريح ومبارك يا رب. الله يجزيك بخير، الله ينور لكم الطريق ديالكم سي سعيد، الله يكرمكم يا رب. الله يرحم والديك، الله يجزيك بخير. وهذا اشكال، شكرا سي سعيد، هذا اشكال حقيقي في مراكز التكوين في بلادنا. كنلقاو مجموعه من الطلبه ديال الجامعات كيقراو تخصصات علميه، اما البيولوجي او الجيولوجي او الفيزيك او الشيمي او رياضيات او اقتصاد او طب او هندسة او فلك او غير ذلك، الى بالاضافة الى المواد الادبية الكثيرة، علم النفس، علم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية والعلوم الاسلامية وغيرها. وحينما يأتي الى ميدان العمل كيقول له ارضى باش مقسم الله، راه غيرك ما لقاهاش، فكتلقى كيخدم في واحد القطاع بعيد كل البعد عن التكوين اللي تكونه، مع العلم أن كل تكوين قريناه إلا ومطلوب في السوق. واش البيولوجيا والجيولوجيا والكيمياء والفيزياء غير مطلوبين؟ بالعكس، مطلوبين جدا جدا جدا. ربما ده إشكال كبير، إن شاء الله تعالى نفتحوا له ورش من الأوراش مع بعض الأخيار وبعض المناضلين باش نلقاو حلول واقعية للشباب ديالنا. من اللي كيتخرج لابد أن يجد العمل المناسب، اي واحد بحسب التخصص ديالو يلقى العمل المناسب، والفراغ موجود والخصص موجود، وان شاء الله تعالى ربي يعاون الجميع. وغنبقاو مع فاصل قصير ثم نعود بعده اليكم مستمعي الافاضل، فابقوا معنا ونمجد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية الذي جاهد وناضل من أجل سعادة الإنسان وسلام الإنسان وخيرية المجتمع. فصل وألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من جاء ناصرا للقيم الإنسانية ومدافعا عن حقوق المظلومين والفقراء والمهمشين، يا من دعا المحسنين إلى الإحسان إلى إخوانهم الضعفاء. أحد المستشرقين قال: لو أن محمد هرن الآن لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يحسو فنجان قهوة. هذا مستشرق أمريكي لما قرأ سيرة هذا النبي الأكرم وعرف ما قدمه للإنسانية على مستوى الدين والدنيا، قال ممكن أنه يحل مشاكل العالم الاقتصادية والحربية والسلمية والفقر وغير ذلك وهو يحسو فنجان قهوة، لأنه ملهم بوحي من السماء. نأخذ بعض المكالمات التي معنا. غادي نمشيو لتطوان مع الأخت زينب. السلام عليكم سي طيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول في عمرك على هذا البرنامج. أكرمك الله لله سي طيبي. أنا من اللي بقيت كنتسنت لك هذا البرنامج هذا رجعت لي حياتي، رجعت لي حياتي في الدنيا. الله أكبر. لا أكبر لله زينب، الله يكبر بك لله، الله ينور حياتك يا رحمن. سي طيبي أنا بغيتك تدعي لي أولا مع ولدي آدم. تبارك الله، الله يحفظه لك يا رب يا كريم، بالشفاء العاجل يا رب. لا إله، أش عنده ولا لا؟ آدم، آدم عنده سرطان. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وآدم في عمره 14 ونص. لا إله إلا الله. كيف صابوا هذا المرض؟ هذا المرض هذا في الأول كان مسكين كيعاني لي بواحد الصدر ديالو كينهشلو بزاف. ما شاء الله. كنمشي عند الأطباء كيقولوا عنده برمونية في مصران، عنده برمونية، عنده برمونية. كنت كنعس بزاف في السبيطارات. ما شاء الله. واحد النهار ديك الولسيس اللي عنده في مصران الكبير تنفخ بزاف، بقى هابط الولد بالدم. ما شاء الله. صافي ديت عند الطبيب هنا في تطوان ودفعوني للرباط. ودابا الحمد لله الحالة ديالو زعما كتحسن الحمد لله. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، الله يشافيه ويعافيه. ولكن آدم، آدم ما لقاش واحد الأب اللي يوقف معاه وما لقاش. دعي لي معاه بالهداية دكتور، ما نكذبش عليك حنا تفارقنا دابا شي 6 شهور حنا مفارقين عور. لا حول ولا قوة إلا بالله. للا زينب أكيد أنك كتعاني الأمرين، ابن مصاب بالسرطان ثم صدمة طلاق، أنت بقى شابة صغيرة. لا إله إلا الله. مشكلة ماشي هكا، كيجي واحد الإنسان يظلمك من طرف واحد، يعني واحد الإنسان اللي هو مقرب لك أنت أكثر. ما شاء الله. لدرجة كيشك فيا، لدرجة كيقول لي شهدور طايح في التليفون وما نكذبش عليك دكتور تألمت بزاف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذ كان صبر والدي كيرجعوني لداري عاوتاني، كان صبر كان صبر كان صبر، ولكن صافي ما بقاش عندي ديك الصبر فيني. ما شاء الله، ما شاء الله. لالا زينب رغم الخدمة ورغم كيصرفش عليا وما كي يكفي غير الهم ديال المرض ديال ولدك، غيزيدو هم آخر ديال الطلاق وديال النزاعات والقيل والقال. فعلا الولدكم آدم محتاج لكم بجوجكم، محتاج لكم. ولكن هو ما كيقول لك أول مرة بعدا احنا يوم كنا وصلنا لواحد ما بلغد دوحت ثمن باهظ، يعني كنت ديت سبيطار كلينيكا خاصة. إيه وصبح كيقول لي لا، كيقطع لي الأمل كيقول لك لا صافي احنا غنوقفوا هذا الشيء، انا الناس كيقول لي عيموت هذا المرض هذا ابدا مولاه ويعيش. كنقول له شوف انسان يعرف، يعرف الله تعالى وبركة، راه هو الله اللي خلقت لك الولد هو اللي عايش، وانا عندي املي في الله. لا اله الا الله. ولو يبقى غير امل واحد في الالف ما نتنزلش على ولدي، نقام غادي معاه حتى يجيب الله التيسير. صافي يا اما يبرا يا اما مهم ربي يوقف معاه وصافي. نعم صافي صافي سمح فينا لدرجه العيد الكبير ما عيد ليش، يعيدوا لي على والديا. ما شاء الله.
وهكاك وعاود ثاني جاب والديه والناس والديه الله عمره سلع الناس مزيانين مشاو عندي وقالوا لي زعما صبر معاه وداك الشيء عاود رجعنا قال لك صافي ما باقي يقول لك حتى حاجه عاوتاني كيرجع عندك الشيء ديالو هو يعني ما ما شاء الله ما شاء الله وانا عندي جوج د العيال معاه عندي دابا الولد في عمره 8 سنين تبارك الله شهر 7 يعمل لي 8 سنين وهذا ادم عنده عاوتاني في شهر لا اللي عنده 8 سنين في شهر 5 يعمل لي شهر 6 نهار 5 في شهر 6 يعمل لي 8 سنين ايه والولد اللي عندي مريض نهار 3 في شهر 7 يعمل لي 5 سنين ما شاء الله ما شاء الله الله يقليهم لك يا ربي يحفظك لي يا ربي دعي لي مع دكتور دعي لي معاه بالشفاء انا املي واحد في الدنيا هو يبقى لي هذا الوليد لا اله الا الله لا اله الا الله ربي سبحانه وتعالى كيقدر وكيلطف هذا غير امتحان غير ابتلاء انت صبرتي نجحتي في الابتلاء بقيتي مازال مستمره وعندك امل في الله تعالى وكتركي الابواب دكتور وانا في الرباط وصبره وكنقول يا ربي يا ربي وربي كيسمع مني وسبحان الله العظيم بقيت كنيأس من النفس ديالي وواحد النهار عامله هكاس لا تفني ولا كنعمل هذا ميت غاديو كنت كنتصنت له سبحان الله ملي سمعت الصوت ديالك كنصلي لها شو كنقول يا ربي وانا بغيت يا ربي نتكلم مع هذا السيد غير نرتاح نفسانيا لا اله الا الله لا اله الا الله زينب راه هذا ابتلاء من الرحمن وانت نجحتي فيه راه بامكان الله عز وجل اي واحد فينا نحن المستمعين يبتلينا بابتلاء مثل هذا شكون اللي غادي ينجا من قدرة الله ولكن تي ربي اللي اختارك وصابك بهذا المرض صاب الوليد ديالك ونجحتي بالصبر وبالاحتساب وبالمجاهدة كترقي الابواب ما عندكش اليأس تماما الحمد لله ربما ان الزوج اللي طاقته محدودة وبسرعة انه ما تقبلش ان الله تعالى يعطيه مولود مريض ما تقبلش انه يصرف مصارف كي يقول لك احنا الناس كيقول لنا ديك الناس ما الناس ما كتحكمش راه الله تعالى وبركه هو اللي كيعرف هو اللي قادر يشفيه وقادر لا اله الا الله لا اله الا الله وحتى الا تقضوا ليه هو الاموال راه الحمد لله في بلادنا كاين الجمعيات واهل الخير اللي كيتعاونوا جميع باش يعالجوا الانسان المريض هكذا لا الحمد لله على الخير موجود زعما الحمد لله لا اله الا الله مالك الحمد لله اللي كنت اللي بغيته غير يوقف قدام ولده هكا يصبر معاه ويبان في واحد الصفه الاب باش الولد يدي ديك النظره على الاب ديالو يعني ما شاء الله ما شاء الله والدري باش يكون متوازن في النفسية ديالو لابد يكون بنموبه نعم دكتور دابا الآن غادي يشوف الدموع في عين الأم وغياب الأب أكيد أنه هو مريض بالسرطان وغيزاد عنده مرض آخر يتألم يتساءل فين هو الأب ديالي ما الأم ديالي كتبكي احنا كنمشيو للكونترول ديالو كيقولوا دكتور اهلا ادم جيتي كيقولوا جينا غير انا وماما مبقع ما جا معانا ما بغاش يجي لا اله الا الله لا اله الا الله كنت ألم كنسمع لا حول ولا قوه الا بالله والله العظيم ادعم يا دكتور ما شاء الله ما شاء الله انا النفسانيه دي اللي فاهمت ما شاء الله ربي يطرح لك فيه البركه امين ربي يعوضك فيه اللي ينقصك يعوضك فيه هذا الوليد راه السرطان راه ماشي مرض ميؤوس منه راه كاين في ذاك البرنامج قلوب رحيمه جاو عندنا العشرات والعشرات ديال الاطفال الصغار فيهم السرطان والحمد لله شوفوا وعوفوا والان هما راه في وضعيه صحيه عاديه حتى انا عملت صحاباتي عيب بوحدهم هكا تعرفنا في الجمعيه هكا تبارك الله جمعيه لالا سلمى وهذا وتعارفنا مع بزاف المسام ساكنت هما كيعاني وكنرتاحوا بعضياتنا وهذا وليداتهم برا والحمد لله والله يرزق الشفاء ان شاء الله كنقول منين لا اله الا الله هاد الليله الخمس يا ربي يا رب اي وليد متصاب بهذا المرض يا ربي شافيه وتعافيه اللهم امين يا ربي يا كريم لا اله الا الله والامهات الله يعطيهم الصبر 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 يا رب ما شاء الله لالا زينب قلوبنا معاك انت ما لقيتيها من الوليد من الزوج اللي طلقك خاصو يهز معاك الحمل
خاص يكون هو قوي. ما طلقناش ولكن المشاكل ولحد الان سبد ولادي كي الناس كتقول لي نمشي عمل الدعوه في المحكمه. الولد الكبير كيقول لي ماما دخل بابا الحبس صافي انا ما كنقدرش نكمل كنقول صافي ربي يعاون عليهم. ما شاء الله اللي عندهم الاولاد خطا كبير كيتساكبوه كيمشيو للمحاكم. انا ما نقدرش نعملها دكتور انا ما نقدرش ندي للمحكمه خل واحد الانسان ما بغاش يصرف على ولاده بالخاطر ديالو واش غتعمل له انت. خليه من امره الى الله تعالى نشوف اهل الخير يتوسطوا لنا في الخير والدي عمامه احبابه المقربين اليه ولكن ملجا المحاكم لان المحكمه غتطبق المسطره غيكون المآل ديالو الى السجن غادي يكبر تقول يقول الام يقول لولدو ماما دخلتني للحبس وكتكبر القضيه اكبر. لا اله الا الله. لا زينب انا اللي كنعمل ما كتيسر ليش. انت اختي صبرتي غير كملي في الصبر ديالك ربي سبحانه وتعالى يفرج عنك الهم ديالك. يا ما انا كنت خدامه بالشهر ما واحد نصرانية في سبته وملي مرض لي ادم صافي هي فرملية لان على الحكم الخدمه ديالها مسكينه ما تقدرش تبقى بلا خدامه وداك الشيء صافي جيت لقيت عملت الخدامه وبقى لي انا اي واحد نيور في السيمانه يعني مع نصرانيه اخرى سبت حدا ما حنا تيتوان سبت قريب علينا وصافي ما تيسرت ليش اللي كان نديرها ما كتيسر ليش ما عرفت واش التوتر نفساني ولا هو اكيد ان التوتر النفساني غيلعب الدور ديالو السلبي ولكن بعض مرات كيكون الانسان ربما الحظ كيكون ضده كيكون دائما كانه غير محظوظ في الحياه. ودكتور ما بقيتش كنقبل نجلس مع خواتي وماما ما شاء الله كنت نبغي نجلس عيب بوحدي وما كرهتش ميجي عندي تواحد. هذه لالا هي بدايه الاكتئاب ما تجلسش بوحدك بالعكس انت محتاجه الى من يعينك ويساعدك وربما الام والاخوات يكفون عن اللوم والعتاب يقول لك كلمات مشجعة كلمات اللي ممكن لا بالعكس هما مساكن كيتعاملوا معايا مزيان بزاف ولكن انا كثرت ديك المهودة ما بقاتش عندي شكل وليت خصني نجلس هي انا وليداتي صافي ما شاء الله ساعة لله تعالى لكن غير ملي تجلسي وحدك ما تستسلميش للافكار السلبية السوداوية ربما أناجي رب العالمين أدعوه أن يفتح لي أبواب الفرج أن يشافي بني أن يرجع المياه إلى مجاريها لكن لا أستسلم لوساوس الشيطان ويقول لي شوكي كتي شوكي وليتي شوف كذا شوف كذا. هذا إبليس كيبغي ينفرض بالإنسان بوحده ويدخلوا الدوامة ديال الاكتئاب وديال الوسواس ومن بعد ينفرد به. دعي لي معه يا إله إلا الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم هذا الوليد هذا قولوا معي أمين أيها المستمعون الأفاضل. هذا الوليد هذا آدم اللهم طبه في الغيب اللهم كما عالجت نبيك وخليلك وصفيك أيوب من مرض سرطان عضال شافيته وعافيته اللهم شافي هذا الولد اللهم شافيه وعافيه وطبه في الغيب. يا رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. قلوا معي جميعا آمين. اللهم شافيه وعافيه اللهم بدله دما خيرا من دمه اللهم بدله عظما خيرا من عظمه اللهم بدله عرقا خيرا من عرقه اللهم بدله أعصابا خيرا من أعصابه اللهم بدله جلدا خيرا من جلده اللهم بدله شعرا خيرا من شعره اللهم بدله ضفرا خيرا من ضفره اللهم بدله نفسا خيرا من نفسه. يا ذا الجلال والإكرام أنت الشافي وأنت العافي اللهم طبه في الغيب يا أكرم الأكرمين. وأختنا زينب اللهم اصلح ما بينها وبين زوجها اللهم في هذه الليلة المباركة اقذف في قلبه المحبة والود والوئام اللهم أرجع المياه إلى مجاريها اللهم اصلح ذات بينهما واجمع بينهما في خير يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا ربي نفس الهم عن المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أختي زينب. نعم سي طيبي. سي آدم نعس ولا باقي كيستمع لنا؟ باقي تو كيستمع لكم. وغنقول لآدم لا ييأس ولا يحزن حنا غنهديو لي واحد الأنشودة جميلة ديال آدم وآدم هو أبو البشرية جمعاء
إليك هذه الأغنية. ها هو ها هو سي طيبي أدر مع عمو. عمو أهلا 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 بابا أبا بابا أدم لبس عليك بابا معي عمو معي عمو. الله أكبر الله يشافيك وليدي الله يشافيك ويعافيك يا ربي يا كريم الله يشافيك ويعافيك يا رحمن ويا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. الله أيوب أخوك أيوب أيمن أيمن تبارك الله اسم جميل يا رب تحفظكم بما حفظ به القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة يا رب احفظ القرآن الكريم احفظهم بما حفظ به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واحفظهم ورعاهم يا كريم الله يحفظكم والله يرعاكم أخويا أوليدي الله يحفظكم ويرعاكم يا رب يا كريم. آدم أنا أعطيك واحد الأغنية جميلة أهديها إلي التي فيها فتح رباني وفيها رفعة في الدرجات وفيها سر من أسرار الله. تعالوا بنا نقرأ آيات قرآنية علمه الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما قرأها فتح الله عليه أبواب الخير وأبواب التيسير ورفعه الله إلى أعلى مقام ونصره على من ظلمه ورزقه من حيث لا يحتسب. دعونا جميعا نقرأ هذه الآيات نتوسل بها إلى المولى جل جلاله لكل مريض وسقيم أن يشافيه ويعافيه لكل مهموم ومكروب أن ينفس عنه كربته ويدخل السعادة والسرور إلى قلبه ولكل فقير أن يغنيه الله تعالى من فضله ولكل بعيد أن يقرب الله الشمل بين الأحباب والأقارب ولكل صاحب حاجة الله وحده يعلمها في صدره وضميره الله تعالى يقضيها في القريب العاجل بفضل قوله كن فيكون. ونقول جميعا ونحن نرفع أكف الضراعة إلى الله نقرأ ما تيسر من سورة الفتح ونقرأ ما تيسر من خواتيمها في حق محمد رسول الله ونقرأ ما تيسر في مطلع سورة النجم ففي هذه كلها فتح للأبواب المغلقة وفيها ارتقاء في الدرجات بأمر الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم. هذه الآيات البينات من سورة الفتح ومن سورة النجم فيها فتح للأبواب المغلقة فتح لكل المصائب ولكل الأمور التي مخيفة تفتح الأبواب وتخرج بأمر الله ويفتح الله أبواب التيسير وأبواب الفرج وأبواب البركة والصحة والعافية. وسورة النجم هي فيها أيضا خير وبركة ارتقاء في الدرجات رفعة في المقامات. أي إنسان عنده هم أو غم يقرأ هذه الآيات البينات من قلب خاص خالص خاشع لله تعالى. ورب العباد يقضي حاجته لأنه الإله الخالق القادر على كل شيء. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافينا أجمعين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين ونفس الهم عن المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونقول جميعا يا رب يا رب يا رب.